عندها 15 وضافوا لها ايضا في عام 2016 ايضا ضافوا لها 1 ميثود مور 1 ميثود صارت 16 ميثود. سو انه عندنا خمس طرق انا اللي يعني مخول بها واثرايز انه انا يعني اعطي محاضرات فيها والباقي انه عمليا الباقي الان دي تي حسب الحاجه لها. الان دي تي كلمه ان دي تي بمعنى نون ديستركتيف تيست انه ما اتلف العينه او القطعه او السبيسيمن. اقوم باجراء فحوصات ايذر انه انا ارسل موجه صوتيه مثل التراسونيك او ارسل موجه شعاعيه تخترقها وعندي فيلم بالجانب الاخر واشوف المحتوى اللي داخله عفوا في اللحام ممكن انه تكون عيوب تحت سطحيه ممكن تكون عيوب سطحيه. العيوب السطحيه ممكن اني اكتشفها بعده طرق. اهم طريقه بالفحوصات هي الفيجوال تيست. فحنمر مرور سريع على شباب مرور سريع على الشهادات اللي موجوده وصولا الى المحاضره اللي هي بعنوان اللحام والفحوصات وكيف كتابه التقرير. فلو تشوفون حضراتكم عامل اني شير سكرين فيها هذه العينه. يعني انا عندي اي اس انتي ليفل 3 سي سب ليفل 3 كنديان ولدنج بيرو من سي دبليو جروب الكنديه ايضا ليفل 3. هنا سم اوف ذا ويل نون انترناشونال سيرتيفيكيت ان ذا فيلد اوف انسبكشن اند كواليتي كنترول. شوفوا اخوان كواليتي كنترول يتفرع من عنده نسميه عفوا الكواليتي هي المين يتفرع منها تو ثينكس اللي هي كواليتي كنترول وكواليتي اشورنس. كواليتي كنترول اللي هي متعلقه بالفيلد بالانسبكشن يعني اقصد بالفيلد اللي يروح الفاحصين او الانسبكتورز يجو تو ذا سايت اند تشيك ايفريثينج تشيك ذا بيفور ويلدنج وذين ويلدنج او ديورينج ويلدنج وايضا افتر ويلدنج. سو افتر ذات ذا ريبورتس از كومينج ذا كواليتي اشورنس ممكن انه يسوي كفرنج لعمليه الدوكيومنتس اللي موجوده بالمشروع. لذلك هنا أنا في أي ليفل من الليفلات الانسبكشن عادة إخوان إذا تسمعوني عادة أكو 3 ليفلز. ليفل 1 للبيجنرز خلينا نسميهم، ليفل 2 للإنسان الانسبكتورز، وليفل 3 للسوبرفايزرز. فهنا ليفل 1 بيجنرز، ليفل 2 انسبكتورز، ليفل 3 سوبرفايزرز. Certified scheme for welding أيضا for CSU. This is for ASNT or NDT ASNT. الشهادة الأخرى اللي هي Certified Scheme for Welding for Personnel CSWIP اللي هي مختصرها مقرها في UK يدير 50 شخص حامل على البي اتش دي فقط 50 بيرسن في CSWIP اللي هي يعني فرع من التي دبليو اي اللي هي موجودة في اليو كي بريطانيا يدورها 50 شخص حاصل على البي اتش دي. لذلك هي مهتمة CSWIP فقط في اللحام، يعني غالب الأمر انه CSWIP بدت في اللحام بس ممكن انه لاحقا تفرعت غير اختصاصات بس هي بدت باللحام. ايضا هناك عندك ثلاث ليفلات، ليفل 1 ليفل 2 ليفل 3 ايضا ليفل 1 كبيجنرز ليفل 2 كانسبكتورز ليفل 3 اللي يدعى بالسيسوب سينيور. سينيور كلمه انه شخص بالغ او عنده جود اكسبيرينس او وايد اكسبيرينس ممكن انه يقوم بعمليه المصادقه على البروسيجرات واجراء الفحوصات وايضا ممكن يعمل ك third party inspector. ايضا the quality control certified is needed for all industrial projects and if you search the job website. اي واحد حضراتكم هسه لو بتسوي فحص على quality control او الانسبكشن ممكن حيلقى فد عمليا انه بالاقطار اللي موجوده بالشرق الاوسط يعني عمليا ايضا هنا في الولايات المتحده وكندا ممكن انه تلقى اكثر نسبه احتياج ل الصناعة هي في خلينا نسميها في مجال الكواليتي كنترول والانسبكشن. لذلك هسه انا عملت بحث عفوا في هذا الموقع اللي تشوفوا حضراتكم بايت اللي قد يكون قسم من عندكم يعني فاميليار وذ ات بايت هذا الموقع اللي موجود فيه على اليسار لو بتشوفه. لو بتشوف الدول اللي في الكواليتي كنترول لو بتشوف السعودية 506 شخص مطلوب كاجراء او خلينا نسميها كوظيفة مطلوبة بهيك عدد مبالغ به كبير جدا. في الامارات ايضا 487 قطر هذا قبل ثلاث ايام لحظه اعداد البرزنتيشن انا من عديته هذا كان الارقام موجوده. قطر كذا ايجيبت كويت. لذلك اكثر ناس ما بتلاقي هيك اعداد لجوبز لوظائف موجوده بهالكميه بهاي الدول بهال يعني لو بتكتب مثلا اي اختصاص كان ما بتلقى هيك اعداد او مقاربه لهيك اعداد ممكن انه هذا الاعداد كبيره جدا. لذلك سحب السوق
لعملية الكواليتي كنترول أو الانسبكشن أو الانسبكتورز ممكن تكون كبيرة. لذلك أدعو الشباب إخوان، أدعو الشباب اللي سواء كان مبتدئ أو سواء كان يحمل شهادة ليفل 2 إلى أنه يطور مهاراته. هذا الفيلد ممكن أنه قليل وأيضا مطلوب للعمل، ممكن أنه شخص يحمل الشهادة هذه يعني زيد السكور مالته، يا أما أنه يكون إميجريشن يهاجر، أو ممكن يكون يحصل على راتب أعلى من أقرانه. إذا تسمعوني إخوان، عمليا الراتب أو الليفل مال خلينا نسميها الليفل تبع الانكم أو الويج مالت الفاحص يكون نوعا ما كبير. عادة ثاني شرط ليلى هنا في الولايات المتحدة، عفوا في كندا، عادة بأنه يعني الراتب يكون أكثر من الأقران بنفس العمر. يعني أنا أتكلم عني، بداياتي كانت في العراق، أول شخص والله الحمد والمنه أنه حصلت على الـ ASNT Level 3 بالـ NDT 5 Methods، وأيضا أول شخص حصل على الـ Level 3 بالـ CSUB، وأيضا يمكن كان في موجودين يعني على عدد الأصابع الأشخاص اللي يحملون Level 2 وليس Level 3، كان الراتب تبعهم قد يكون الأخوان اللي هسه حاليا مجتمعين، يعني كان الراتب تبع الفاحص أول ما يبدي $2000 في العراق، مع أنه صاحبه أو قرينه أو شخص اللي كان معه في الكلية يحصل على راتب ممكن أقل من هذا ب50%. لذلك الفاحص ممكن مردوده ماليا عالي. الأوضاع الاقتصادية تعرفوها هسه حضراتكم أنه عمليا بسبب هذا الوباء والحظر اللي موجود ممكن صار ريدكشن أو انخفاض بعدد الناس اللي يطلب، بس مع ذلك أنه بقى خلينا نسميه الريت عالي، اللي سواء كان لأعداد المطلوبين أو سواء كان لل إنكم أو الراتب. أيضاً إذا بتشوفون حضراتكم هنا بعض الشهادات كمثال كإكزامبل شنو هي الـ ASNT، على اليمين لو بتشوفون حضراتكم الماوس على اليمين في هنا الليفل 3 في 5 ميثودز، هذه القديمة أنا جددتها، يعني عملياً أنا حصلت من عام 2014 انتهت لي أن هي كل 5 years تعمل تجديد لها. هذه التجديد تبع هذه الشهادة الثانية، وأيضاً هذا حضرت في الـ ASNT في أوهايو، حصلت أو دخلت في دورة لإعداد المدربين الفاحصين أو إعداد عفواً المدربين للـ NDT، فحصلت هذه الشهادة أيضاً من American Society for Non-Destructive Tests. أيضاً هنا في عندك سيسو دخلت عدة دورات، حصلت عدة شهادات سواء كان Level 2 على اليسار Level 3 على اليمين، وأيضاً الـ Attendance Certified أو Certificate اللي حصلتها بحضور بعض الدورات. هنا مثلا ليفل 3 او ليفل 2، هنا اللي هي الفيزراي، حضرت لي دورات في الفيزراي. الفيزراي ممكن ايضا شباب، وايضا هذا فد ادفانس او طرق من طرق الفحوصات اللي هي الادفانس اللي هي بالالتراسونيك. الفيزراي ايضا ناخذ دقيقه عليه فقط، انه عمليا لو بتذهب للطبيب بتشوف السونار، هذا السونار ايضا نوع من انواع الفيزراي. الالتراسونيك تيست هو المين او الميثود، التكنيك هو الفيزراي. الالتراسونيك تيست انه ارسل موجه واحده بالبروب، موجه صوتيه واحده. الفيزراي ارسل عده موجات في وقت واحد، عده موجات صوتيه او عده حزمه صوتيه ترسل الى الجزء. الغرض من عندها انه اسوي وايد كفرج، انه اغطي منطقه كبيره بالحزمه الصوتيه اللي ترسل، وممكن انه عمليا اكتشف العيوب اللي كانت موجوده او كانت في انجل معينه، بحيث انه عمليا بالالتراسونيك صعب انه اشوفه. بتعرفوا حضراتكم لما ناس الاختصاص لو كانوا معانا هسه حاليا، لو كان عندي اي عيب او ديفكت، هسه نتكلم على العيوب ان شاء الله، لو كان عندي اي عيب او ديفكت موازي لاي موجه، موازي لموجه صوتيه بالالتراسونيك، ما ممكن صعب تشوفه او تشوفه كنقطه كبوينت وليس بطوله الحقيقي. لذلك في الفيزراي ممكن تغلبنا على هذا الموضوع، او ممكن انه عمليا في بعض انواع التكنيك او التقنيات اللي موجوده في الراديوغرافيك ممكن انه اني اكتشف العيوب اللي تكون موازيه خلينا نسميها للحزمه او الانرجي اللي ارسلته. ايضا هنا في كنديان وولدنج بيرو اعلى شهاده ايضا ليفل 3، هي ايضا نموذج عليها هنا موجود عمليا الكنديان وولدنج بيرو او السي دبليو بي جروب، ايضا عملت في ثلاث ليفلات 3 ليفلز 1 2 3، ايضا بيجنرز او انترميديت، وثاني واخير واحد اللي هو السوبرفايزر. ك
Canadian Holding Bureau أيضا will not recognize in the Canada. ما تقبل واحد، ما تقبل السيسوب، ما تقبل الـ ASNT، فقط هم في كندا هم عندهم شهاداتهم أثناء ما أنه تدخل بالعمل. يعني عمليا في كندا هنا اللي شخص اللي يحمل level 3 هنا سواء كان بال CGSP كNDT أو سواء كان بال Welding ممكن هنا عمليا تحصل أعلى راتب أو أعلى أنا نسميها income. أيضا هنا في عمليا الناس اللي بالاختصاص شباب ما ممكن بأي حال من الأحوال تدخل للعمل بدون تحصل على شهادة للCFT أو خلينا نسميها سواء كان من نيبوش أو سواء كان من أوشا أو whatever أي كوكنايز. أيضا لازم تحصل على أنا نسميها الشهادة بالسلامة والCFT يلا دخولك للعمل. أيضا all levels of a previous certificates required experience training both inside and in glass. ما معنى inside and in glass؟ ممكن إنه عمليا نشوف شباب عندنا قلنا في ثلاث ليفلات level 3 level 2 level 1. level 1 ممكن إنه يكون الشخص قلنا كبيجنر يسمح تبهولي يسمح مثلا عندك ال API أو أيضا ال ASME أو ال ASTM ذني الكودز أو الستاندردز يسمح بأنه level 2 inside guide. ما معنى guide؟ انه يقود level 1 او يدرب level 1 inside. ممكن بالكلاس روم نو او يعطي شهادة نو. level 3 مسموح له بأنه يعني يقوم او يسوي conduct للتدريب سواء كان in class بال نسميها بالصفوف او بال يعني داخل المناطق المغلقة تدريب على الفحوصات او تدريب على ال NDT الاخرى في داخل خلينا نسميها التريننج روم او ممكن بتكون انسايت. انسايت انه داخلين بالعمل بايبس بيزلز او تانكس ممكن يجري عمليه الفحوصات وايضا بعمليه ممكن يشرح لايف على الاشخاص اللي موجودين بانه هذا كذا ذاك كذا ممكن هذا نقصد بها انجلاس انسايت عفوا. Level 1 have 2-3 years experience in field with guidance of level 2. ممكن تبهوا لي شباب ثلاث ليفلات اللي حكيناها والشهادات اللي تكلمنا عليها الـ ASNT والسيسو ممكن تسمح تبه لي ممكن تسمح بأنه الشخص jump to level 2 دون أنه ياخذ level 1 على شرط فيها شروط. واحد من أهم شروطها أنه يكون الشخص engineer مهندس number 1 والشرط الثاني بأنه عنده أو يخضع للاختبار الليفل 2 وينجح فيه. لذلك هذا ممكن جمب بدون الحاجة إلى هاي ليس أنت تتكلم هنا ممكن أنه مباشرة من ليفل من نو ليفل إلى ليفل 2 مباشرة دون المرور بليفل 1. ليفل 2 at least 1 year experience بعد الليفل 1. ليفل 3 at least 1 to 2 years experience behind level 2 with documented working hours. The inspector income rate أيضا قلنا عالي من 20 إلى 40 دولار بير hours in North America and globally أيضا ممكن يكون عالي 20 إلى 40 دولار بالساعة. So it considers higher rate of wage. However, this training and experience will be deserved. أيضا إنه تستحق عمليا التدريب في هذا المجال وتعب. إخوان أنا قلت بأنه نصيحة عمليا ممكن إنه أنت تروح مباشرة إلى أنه تصير ككواليتي كنترول بيرسون. قلنا عمليا بأن الكواليتي كنترول بيرسون هو نمبر 1 سواء كان بالسايت. أغلب الأحيان شخص مهاب. ما معنى كلمة مهاب؟ أنه مأمون يعني مخاف الجانب أنه أنت إذا ما تقول أو ما تعطي ريبورت بأنه هذا valid or non-valid ما يمشي العمل يتوقف. لذلك يكون مهاب هذا الشخص نمبر 1. نمبر 2 عمليا أنه 40% بالعمل هو جالس يسوي ريفيو او يكتب التقارير و 60% في السايت. ممكن السايت يكون متعب مرهق او يعني تعرف درجه حراره مرتفعه منخفضه والداست وغير داست ذني كلهم بالسايت. فهو 60% فقط بالسايت يقوم بعمليه اجراء الفحص. لذلك عمليا ادعو الاشخاص الى انه يدخل بالفيلد مال الكواليتي كنترول. Any person can apply for training and we earn training hours in the credit then can apply to the job related. ايضا اخوان هنا بعد ما تنتهي المحاضره ممكن نوزع شيت وانا يعني اقوم بتوقيعه انه انت عندك كريدت انه انت يعني طبيعه الحال من تريد تقدم على الشهاده اللاحقه انه عمليا لازم انت حاضر برزنتيشنز حاضر محاضرات تعريفيه حاضر ورك شوب او
ورشات عمل، هذه كلها لك كريدت ممكن تفيدك لاحقا في التقديم على شهاده الاخ او التقديم او زياده الريزيومي او السي في تبعك. وي اوفر 25% ديسكاونت، ايضا ممكن انه عمليا نعمل تخفيض كبير اكثر من 25% للاشخاص اللي حابين يدخلون معنا ك ليفل 1 او ليفل 2، ممكن عمليا نسوي تخفيض الى حد 50% او حتى ليفل 3، ممكن نعمل محاضرات يعني تعريفيه او خلينا نسميها تهيئه للامتحان، ممكن نشوفه ونحل معه اسئله مرشحه اثناء الامتحان. عمليا الاي اس ان تي ليفل 3 او السي سو ليفل 3 نوعا ما هارد، مو سهل، صعب نوعا ما. اي اس ان تي ان دي تي ليفل 1 اند ليفل 2 فور ذا فيموس ميثودز يو تي، ذن الخمس طرق. الخمس طرق بالان دي تي قلنا يو تي مختصر لالتراسونيك تيست، هذا الاختصارات وضعتها لاي اس ان تي كمختصر اول حرفين من كلمه الطريقه الترا، والتي هي اللي هي تيست. فالتراسونيك تيست، ار تي راديوجرافيك تيست، ام تي هي ماجنتيك بارتيكل تيست، بي تي هي ليكويد بنترن تيست، والفي تي اللي هي فيجوال تيست اللي هي عصب الفحص. هون عصب الفحص هو الفي تي او الفيجوال. الفيجوال هو بالنظر ما يحتاج الى انه يكون عندي نظر جيد، لذلك عمليا انه اني لازم الفاحص انه يكون نظره جيد، ممكن يلبس جلاس مناظر يعني نظارات، اذن النظارات ممكن حتى بعين واحده، لذلك انا عندي طرق معينه لاختبار عين الفاحص، لازم يكون عين الفاحص انه تكون within فد requirements معينه سواء كان سنيلن او جيجر 2، لازم ذن الفاحص يكون عنده نظر او حده نظر او فيجن اكيوتي جيده. بري سي سوب كورسز، ايضا ممكن نقيم دورات للاشخاص الراغبين بدخول بالسي سوب سواء كان ليفل 1 او ليفل 2 او حتى ليفل 3 بالسي سوب ممكن نقيمهم. ايضا عندنا بانج اوف كويشن، قمنا اني حضر يعني حضرت او اني درت عمليا عده دورات ما يقارب العشرات من الدورات سواء كان اعطاء ليفل 2 او ليفل 1 او في سواء الاي اس ان تي ان دي تي او السي سوب اللي موجود. ايضا كسي دبليو بي جروب هنا بكندا ايضا لاحقا نقيم دورات ممكن تشتركون بها عن طريق الاونلاين او ممكن الاي اس ان تي والان دي تي عفوا والسي سوب ممكن مباشره دايركت وياي اعطيكم يعني الدوره مباشره زيد فرصتك بالدخول للعمل او السي في مالتك تكون شخص مرشح انه تاخذ عمل جيد في دوله جيده او في دولتك. So we will start the presentation for holding fundamentals. هون شوف كلكم شايفين الحاضرين حضراتكم بانه عمليا اللحام هو عمليه وصل ما بين قطعتين. قديما شوف انتبهوا اخوان، قديما كان اول ما تم التطوير في عمليه اللحام يعني نحكي عن نهايات 1800، نحكي عن نهايات عام 1800 هنا بدا عمليه التطوير. شلون بدا التطوير؟ اذا تذكرون او سامعين كلمه الثوره الصناعيه، الثوره الصناعيه بدات بثوره البخار او ستيم ريفوليوشن. هاي ثوره البخار كانوا يحتاجوا الى البخار بالدول البارده، اقصد نورث امريكا او اوروبا الغربيه، احتاجوا بعض المناطق او حتى روسيا احتاجوا بانه عمليا يكون توليد بخار للتدفئه او غيره، فشافوا لاحظوا بانه عمليا احتاج الى اكبر الفيزل. كان عمليه ربط المعادن سابقا يجرى بالريفت او المسامير اللي موجوده ويطرقوها اثبت قطعتين، فتم التطوير هنا سواء كان تم التطوير بالمعدن او سواء تم التطوير بعمليه الربط. عمليه ربط تو ممبرز او قطعتين تجري يا اما بعمليه التثقيب وخلي براغي اللي هي البولتس او السكرو او الريفتس، عفوا الريفتس هي الطريقه الثانيه، الريفتس اللي هي البراشيم او شوف شو يسميها براشيم او الريفتس اللي موجوده، وايضا ممكن عمليه خلينا نسميها التثبيت الثالثه هي ممكن عمليا طريقه اللحام. فهنا نركز على عمليه اللحام. اذا تشوفون خلفي عفوا هاي هنا ماكينه لحام، اسلاك اللحام والمكان اللي اريد لحمه ومنطقه اللحام. هسه حاليا ما لين عندنا ساعه واحده ما نقدر نغطي كل التفاصيل، بس هذه فيها ديتيلز كثيره. ماكينه اللحام هل هي اي سي؟ هل هي دي سي؟ هل هي هاي امبرج؟ هل هي انفرتر؟ هل هي ريكتيفاير؟ اقصد الانترنال كومبوننتس، الكيبلز اللي موجود يا كيبل او يا كيبلز اللي موجوده هي تغطي لي حسب كل تيار ايش قد قيمته، ممكن حسب الاي دبليو جي ممكن عمليا هذه يكون ايش قد الجيج مال الواير. هنا عندي الهولدرز ايضا ممكن يختلف الهولدرز سواء كان الهولدرز
يعني سواء كان اوتوميتد سيمي اوتوميتد او ممكن يكون عمليا بهذا المكان اللي هو اللي حامل اعتيادي التقليدي. هنا ايضا الكلامب ليش اكمل دوره؟ تعرفوه هنا عمليا لازم عندي قطبين انود كاثود او بوزيتيف نيجاتيف في اي ماكينه حام حتى يكمل دوران التيار اللي موجود. شوف اخوان هنا في ماكينه اللحام فقط يعني كفكره للمبتدئين، ممكن الادفانس اللي ناس ماخذين يعرفون هذا الكلام، بس هنا شنو الفائده مال ماكينه اللحام؟ انه ارفع التيار واخفض منه، خفض الفولتج حسب قانون اوم، ارفع التيار ككرنت ارفعه كقيمه. ليش ارفع التيار؟ لعمليه صهر السلك مال اللحام تحتاج الى تيار وليس فولتيه. هنا عمليه الصهر او خلينا نسميها الحراره تتناسب مع مربع التيار كقانون رياضي، فاحتاج الى ارفع التيار الكرنت ممكن يوصل الى في بعض انواع السبمرج ارك هولدنج او الساو ممكن يوصل الى 1000 امبير. شوف الرقم 1000 امبير، ممكن ترفع الماكينه الى 1000 امبير. عاده انها في المكان اللحام اللي هي تقليديه شايفيها حضراتكم ممكن 60 الى 70 الى 110 ممكن في هذا اللحام. احنا ما حنتكلم عن ذول بس تغطيه سريعه، وايضا ما حنتكلم عن الماتيريال. شوف اخوان الماتيريال او البارنت ميتال هنا القطعتين سواء كان بايب او سواء كان بزل او سواء كان خزانات البليتس او الصفائح، هنا عمليا هذه الصفائح انت بنقول عليها حديد او ستيل، بس هي فعليا ما عندي بيور ستيل، في عندي اللوينج اليمنتس، اللوينج اليمنتس او عناصر المتسابقه اللي خليتها احسن بها الخصائص. ما معنى احسن بها الخصائص؟ ممكن اذا عندك لو تمبريتشر اضيف مثلا عنصر النيكل او وات ايفر، ممكن اذا اريد اقاوم التاكلات او الكروجين ممكن اضيف الكروميوم، فممكن اضيف ايضا بعض المواد اللي هي كريفاينرز مثل الالمنيوم وهكذا. هنا عمليا اضيفه، ايضا اضيف الكربون، هنا الكربون يعطيني او زيد لي سترينجثيتي. طبعا الكربون انتبهوا لي ايضا كشيء سريع هنا بالبارنت ميتالز انه شنو الفرق ما بين الايرون والستيل. الستيل هو يعني اقل من 2% كربون نسبته، الايرون او الحديد خلينا نسميها اللي هي اعلى من 2% نسبه الكربون. هنا نسبه الكربون اللي موجوده او الخلاط ممكن انا اتحكم بها من اثناء عمليه الانشاء الاول او خلينا نسميها التصنيع الاول للمعدن، ممكن اتحكم بنسبه المواد اللي انا ادخلها. انتبهوا لي كل ما زادت نسبه الالوينج اليمنتس داخل البارنت ميتال كل ما انه الخصائص او خلينا نسميها سترينجثيتي او وات ايفر اي ميكانيكال بروبرتيز حصير بها تشينج. لذلك عمليا شوف هنا شباب هنا تحمل عده خلينا نسميها اللوينج اليمنتس. سلك اللحام اللي موجود هنا سؤال، هنا ممكن انه الحم بدون سلك ممكن الحم بسلك، بمعنى بالانجليزي without fillers material with filler. هنا ممكن الحم two parts الحم قطعتين، خصوصا انتبهوا لي اخوان لازم عندي thin. ما معنى thin وthick؟ thin material ممكن الحمها بدون filler مجرد انه اصهر الجانبين عمليا يتم عمليه ربط بالthin المناطق النحيفه بدون filler. هنا في بعض الاحيان في المناطق السميكه نسبيا احتاج الى فيلر ميتال. الفيلر ميتال شوف انتبهوا لي شباب الفيلر ميتال ممكن انه عمليا هنا لازم نفس الخصائص او قريبه منها. ما معنى نفس الخصائص؟ انه هذا هنا عندي يعني خلينا نسميها ستيل، لازم اجيب السلك يحتوي او المين اللوينج اليمنت هو الستيل. هنا احتاج الى الومنيوم المعدن، لازم هذا المين او الفيلر ميتالز هو الومنيوم وهكذا. عمليا ما اقدر يعني تتغير، ليش؟ لان لاحقا هذه منطقه الربط يفترض تتحمل نفس التبولي، يفترض منطقه اللحام تتحمل نفس الخصائص الميكانيكيه المن لمنطقه اللحام اللي موجوده، بمعنى انت لاحقا من يخلص البايب لاين او التانكس او الفيزل او وات ايفر لازم تصير one component مركبه واحده او قطعه واحده، لذلك منطقه اللحام يفترض تحصل لي او بقي لي الخصائص سواء كان شنو الميكانيكيه او الكيميائيه داخله. لذلك اليوم حنحكي عن موضوع ما هو اللحام. يعني تعرف انت كل ماده اللي موجوده هي مؤلفه من اتوم، هسه حنشوفه بالبرزنتيشن. ولدنج از ا جوينينج بروسيجر لو بتشوفوه عفوا بس نشوف هاي. Welding is a joining procedures in which shape change are only minor in character and local in effect. Welding may be defined as the permanent union. ما معنى permanent union هون؟ بمعنى أنا عندي
يعني اتصال دائم للقطعه of metallic surfaces by establishing atom to atom bonds. ما معنى اتوم اخوان؟ كل جزء بالكون، كل جزء بالكون مؤلف من اتوم. الاتوم هي هذه الكلمه اتوم، الذره مؤلفه من نواه في المركز تحوي بروتون نيوترون وتدور حولها في بعض الاغلفه الكترونات، بعض الاغلفه الالكترونات. هنا هذه المركب الرئيسي للمعدن، المركب لو تشوفوها حضراتكم بس شوف هنا لو بتشوف هذا الاتوم اللي موجوده، هذه الاتوم اللي موجوده مؤلف من كل معدن موجود في الكون، او حتى اجسامنا مؤلفه من اتوم ذرات. هنا هذه الارتباط الذره الاخرى القريبه في داخل المعدن ايضا حترتبط بالكترونات سواء كانت خارجية وتدور حول النواة. هنا في عندي في المعدن، عفوا، في عندي في المعدن في سحابة الكترونات اللي هي الرابطة ما بين الذرات. لو عندك تعرف انت في عندي مليارات مليارات المليارات من الذرات اللي موجودة في كل كومبوننتس، فعندي هنا سحابة الكترونات ما بين الأتومز اللي موجود. سحابة الالكترونات هي تعطيني البروبرتيز، بمعنى كل ما كان عدد الالكترونات المتصلة او الشير صار بين القطعتين كثير، كل ما كان السترينجثيتي او القوة كبيرة. بمعنى لو تروح على بعض المعادن مثل التانجستن، تانجستن بعدد الالكترونات بالاغلفة الخارجية كبير جدا، مثلا المقابلة او فيرساس الالمنيوم، الالمنيوم يحمل اقل من التنجستن كالكترونات بالاغلفه الخارجيه، لذلك هنا التنجستن يتحمل اجهاد شد اعلى لوجود الالكترونات او الحيز الالكترونات او الغمامه مال الالكترونات اللي موجوده او الفري الكترونز الرابط ما بين ذره مع ذره بداخل الماده. لذلك عمليا هسه نشوف اللحام اللي موجود لو بتشوفوها عمليا هنا اللحام اللي موجود. In practice, some distinction is usually made between true welding, brazing, and soldering. لذلك شباب هنا عندي في ثلاث أنواع من أنواع الربط خلينا نسميه. أول شيء الwelding. الwelding إنه أصهر عندي two parts أصهرهن مع بعض، يعمل fusion. ما معنى fusion؟ انصهار، انصهار لهذه المنطقة. أيضا عندي في نوع ثاني اسمه brazing. البرايزنج هو إنه جوز شايف حضراتكم اللي بيعمل مواسير او الانابيب تبع ال خلينا نسميها الريفرجريتر، الثلاجه المجمده او وسائل التكييف، ممكن يلحم بالسلك. هنا بالبرايزنج ما اصهر البارنت ميتال او البيس ميتال. والسولدرنج اللي تعرفوه حضراتكم انه عمليه الالكترونيات، بورد الالكترونيات، ترانزستور وغيره، ممكن الحمه كسولدرنج. ايضا انتبهوا لي اخوان، البرايزنج والسولدرنج ما اصهر البيس ميتال. البرايزنج والسولدرنج ما اصهر البيس ميتال، فقط في الولدنج اصهر البيس ميتال. هذا خليه ببالك. In true welding, the filler material has a composition similar to that of the base metal. ايضا غطيناه بانه الفيلر ميتال لازم يكون مقارب للمعدن اللي موجود. الغرض من عنده انه عمليا يصير حقق لي الفيلر ميتال منطقه لحام نفس الخصائص تبع البيس ميتال، حتى لاحقا الانبوب او التانكس او الفيزل من يصير اكسبانجن او من يصير كونتراكشن، ذني بالحالتين انه عمليه المنطقه اللي حامل تغطي لي هذه الجزء، ولذلك ايضا يصير نفس الكونتراكشن كانقباض وايضا نفس الاكسبانجن، ما يصير عندي كراكس لاحقا من عمليه خلينا نسميها اختلافات بالمعامل التمدد لكل جزء. In brazing and soldering, however, the filler is a metal with a lower melting point than the base metal. Now, بالبرايزنج والسولدرنج عمليا ينصهر اسرع من البيس ميتال اللي موجود، يعني انابيب النحاس اللي موجوده في وسائل التكييف او التجميد، هي غسالات، عفوا، وسائل التكييف والثلاجات والمجمدات، ذني الانابيب تبعها نحاس ما ينصهر من يعني اصهر السلك، السلك ينصهر اسرع من عندهم، لذلك يدعى بالبرايزنج وليس الولدنج. ايضا حتى نوع اخوان لو بتشوفون حتى عمليا ممكن اربط المعادن، انتبه لي، اربط المعادن بالجلو او الصمغ او الاصماغ. نعم ممكن اربط المعادن بهالكيفيه، بعض انواع التقنيات الاصماغ اللي موجوده او نسميها الجلو، انه ممكن تعطيني قوه مقاربه للحام، مقاربه للحام،
يعني قبل فترة بالناشونال جيوغرافي شفت طائرة انه عمليا اغلب قطاعها تم لصقها وليس لحامها. لو انتبهوا الاخوان لاحقا، لو سبحانه وتعالى بيخليك توصل الى مناطق انت كديزاينر كانسبكتر توصل الى انه انت يعطيك تو اوبشن، تروح للحام او غير طريقة للتثبيت، ابتعد عن اللحام. اللحام فيه مشاكل، بس كايكونومي اللحام اكثر ايكونومي او مور ايكونومي than the others، بمعنى انه اقتصاديا اللحام يعني اعلى اقتصاديا ككلف منخفضه عن الباقيات. ليه؟ لما بدك بتربط مع قطعتين بالبراغي، هتروح للمعمل ثقب، عدد سناتر ثقب ايضا من هذا المكان، بعدين ايضا تروح هذه القطعه اللي عمليه الربط الفاستنج ممكن يكون خلفت قطعه بليت او بيس ميتال او خلينا نسميها باجات اللي ممكن انه عمليا تثبت لي القطعتين او تعطيني الالاينمنت. لذلك هذه الامور كلها ما موجوده. ايضا انتبه لي في ربط البراغي لاحقا كل فتره معينه، لان هذا عمليا اخذ الاستطاله اثناء عمليه الضب او التايتنينج، لازم اسوي كل فتره او كل فتره معينه لازم اسوي عمليه نسميها تايتنينج حتى اضمن انه عمليا ما يصير لوز بالمكان البرغي. لذلك اللحام هنا ممكن ما عندي هذا الامور كلها، مباشره اجيب الرو ماتيريالز من المخازن، اربط تو ممبرز والحم مباشره. لازم اللحام يكون كواليفايد. لذلك يعني غالب الامر المصممين يبتعدون عن اللحام بس يرجعوا له يلجؤوا له من جانب الاقتصاد، لان تعرفوا في عمليه منافسه وايضا في عمليه خلينا نسميها كومبيتيشن انه بين الاشخاص بين الشركات انه من يعطي اقل كلفه واعلى جوده. لذلك الأدهزة أو الصمغ أو خلينا نسميها ال يعني عمليا الربط بالأصماغ اللي موجودة، adhesive joining which is sometimes performed as the true welding process with a certain plastics usually makes use of organic adhesive often containing plastic filters and inorganic solvents that fuse the surfaces of plastic and adhesive together. لذلك لاحظ هنا هذا يربط قطعتين بلاستيك، ايضا عمليه ربط ذري. هون انتبه لي عمليا هنا الاتوم ايضا في الجلو هنا يصير اتصال مع القطعه الاعلى من عندها عن طريق الاتومز. بدون الاتومز انتبه لي، بدون الاتومز ما انه اشيل عمليا هذا خلينا نسميها طبقه الاكاسيد اللي حنمر عليها، بدون ما ازيل طبقه الاكاسيد ما اقدر نهائيا يتم عمليه ربط ما بين القطعتين. لذلك انتبهوا لي انتبه لي اخوان، نا عمليا اي قطعه تطلع بعد الصهر لو بتشوف هنا، نا تجي البودقه لو بتشوفوها، تجي اصهر المواد، يجي continuous casting بعد ما اصهر المواد، اي معدن تخليه سواء كان حديد سواء كان الومنيوم وتبر نحاس، نا continuous casting تطلع لي القطعه هنا في عمليه الدرفله او الرولينج اللي موجوده، واسحب القطعه اللي موجوده اللي يعني هندسيا اسويها. ممكن هنا تكون قطع يعني سواء كان سلاب او بلوم او خلينا نسميها بيلتس، اللي هي لاحقا ممكن انه هي الصفائح الحديديه البليتس، او ممكن تكون الف الصفائح، ممكن اسويها بايبس اللي هو سيم بايب، ممكن سيمليس بايب اللي هي الشافتس، ممكن اسوي عمليه الخازوق او خلينا نسميها بيرسينج وانتج عمليا البايب اللي هو يدعى بالسيمليس اللي هو يتحمل هاي بريجرز. انتبهوا لي لهي النقطه لو بتشوفوها شباب. عمليا هنا المنصهر بيكون ساخن جدا، هنا عمليا الماده تمر بثلاث حالات، حالاتها هي سوليد ليكويد غاز. فهنا عمليا هنا الليكويد، هنا سويت بالليكويد كسرت الاواصر من صار المعدن الصلب الى ليكويد، كسرت الاواصر او البونس اللي موجوده بين ذره وذره، لذلك الذرات صارت حره الحركه، حره الحركه. انتبه لي هنا طبقة الأكاسيد، انتبه لي للكلمة، طبقة الأكاسيد أو الأوكسايد لايرز مباشرة المعمل بيه أكسجين بيه هواء، فتتكون طبقة هنا، تتكون طبقة هنا في هذا المكان من الأوكسايد أو خلينا نسميها ميتال أوكسايد. هذا الميتال أوكسايد شباب ممكن يكون سهل إزالته وممكن يكون صعب إزالته. انتبهوا لي عندي مثالين هون. المثال الأول الحديد هو continuous corrosion، continuous أنا نسميها rusting، إنه عمليا يصير في الحديد دائما تجي طبقة الأكسجين يتفاعل مع الحديد وتنسد. لو بتشوف في حديد صار قطعة حديد صار لهم يعني فترة كبيرة جدا، بتشوف بأنه عمليا الصدى اللي أسفلها هي منتهية والصدى أسفل منها، لذلك هو continuous الحديد. ناخذ مثالين أخريات اللي هو الألمنيوم. الألمنيوم
مباشرة القطعة بتكون، لو بشوف لك بغير لون في القلم لو بتلاحظني هنا القلم انهم بتكون طبقة هنا واقية هنا لمرة واحدة يصير تأكسد، يعني عمليا هنا طبقة واحدة بنصير من أكسيد الألمنيوم بعد ما يتأكسد مرة أخرى، هي تحجب دخول شنو الأكسجين اللي موجود بالجو يدخل للألمنيوم، لذلك لمرة واحدة. لو نأخذ مثال آخر اللي هو ستلس ستيل، تعرفون ستلس ستيل اللي هو ما يصدق، لذلك أنا هنا أشوف شباب عمليا أيضا هنا في الستلس ستيل أيضا تتكون طبقة من كروميوم أوكسيد، كروميوم أوكسيد، كروميوم أوكسيد أيضا يعتبر كطبقة واقية للمعدن بالأسفل، لذلك أنا هنا عمليا الستلستي يحصل به تأكسد لمرة واحدة يحجب باقي دخول الأكسجين، بس الحديد ما عنده هاي الكيفية. لذلك انتبهوا لي إخوان، عمليا أنا في اللحام أحتاج two things، إذا تشوفون أحتاج شغلتين أو رئيسيات، هي أول وحدة هي عمليا أزيد الأكاسيد، انتبه لي إذا تعطين انتباهك، نا عمليا لازم أزيل الأكاسيد يلا يصير ربط شنو ذرة مع ذرة، أقصد الناس سلك اللحام لازم يزيل الأكاسيد سواء كان حديد ألمنيوم أو ستلس ستيل كروميوم أوكسيد، لازم يزيل الأكاسيد. كيف يزيل الأكاسيد؟ عمليا بالتسخين. نا تبولي أكسيد الألمنيوم هنا عمليا صعب إزالته، صعب إزالته، أقوى مواد أو يسموها يعتبروها refractory materials بالطبقة الأكاسيد، حتى ممكن نسوي سيراميك من أكسيد الألمنيوم. لو تلاحظون حضراتكم في اللحام الأرغون أو خلينا نسميها تيج ويلدينج، في عندك فجزء صغير في يدة اللحام أو الهولدر تبع اللحام، هذه من أكسيد الألمنيوم، يعني في منطقة حمراء أو whatever، هذه تكون من أكاسيد الألمنيوم. عادة أكاسيد الألمنيوم تتحمل حرارة هائلة جدا، لذلك أهم نقطة في اللحام انتبه لي لازم أزيل طبقة الأكاسيد اللي موجودة. كيف أزيل طبقة الأكاسيد؟ بالتسخين. ما معنى التسخين؟ التسخين أنه أوصلها إلى منطقة الغليان، لذلك تتكسر الأكاسيد، تتكسر الأكاسيد ما بين اللي خلينا نسميها جزيئات المعدن، ووصل إلى المعدن البيور، ووصل إلى الأتوميك خلينا نسميها كلوزنس، أنه يصير عملية تقارب بالذرات ويصير الربط. بدون إزالة الأكاسيد ما يعطيني جوين بي سترينث عالي، أعيد، بدون تكسير الأكاسيد ما يعطيني جوين بي سترينث عالي. انتبهوا لي إخوان، عمليا اللحام لازم يحمل تو كونديشنز، أول كونديشنز أتوميك كلين، لو بتشوف العنوان فوق أتوميك كلين لينز أند أتوميك كلوزنس. أتوميك كلين لينز، كلين كلمة كلين في العربي بمعنى التنظيف الذري، لازم أزيل الأكاسيد، الأوكسايد لاير، لازم أزيل الأوكسايد لاير، هذا نقصد بها الاتوميك كلين لينز. ما معنى الاكاسيد؟ مثل ما مر علينا سابقا بانه عمليا من اصل القطعه راسا اكو هواء في المصنع، بصير عندي في الالمنيوم، بصير عندي في الكروم، بصير عندي في الستيل، في اي معدن لازم ازيل طبقه الاكاسيد. كيف ازيلها؟ سواء كان باللحام تغلى المنطقه بدرجه حراره عاليه، او ممكن حتى بدون وجود لحام، ممكن اللي حضراتكم شايف بانه اللي هو الفريكشن وولد، الفريكشن وولد بجيب قطعتين بيفتر، عفوا قطعتين في الفريكشن وولد، بجيب واحده ثابته او واحده متحركه بسرعه عاليه جدا، بيصير عمليه اتصال في الاتصال هذا مباشره، عمليا بصهر طبقه الاوكسايد لاير، بصهر طبقه الاوكسايد لاير، بعد الاوكسايد لاير مباشره من يصير اتوميك كلين لينز او كلين لاينز، مباشره يصير عندي اتوميك كلوزنس. ما معنى اتوميك كلوزنس؟ اللي هي خلينا نسميها تقارب الذري ما بين الذرات. اعيد للاهميه شباب، انا هسه سويت وياكم شير لهي المعلومه للاهميه للناس، سواء كان بيجنرز او سواء كان الناس اللي خلينا نسميها بروفيشنال، ممكن يسالك واحد عن اللحام، شو هو اللحام؟ اللحام بفيزيائيته وكيميائيته انه الاتي، اسوي تو ستيبس، الستيب الاولى او الخطوه الاولى اسوي عمليا اتوميك كلينز، لازم انظف الاكاسيد اللي موجوده للمعدن، بعدين وراها مباشره يعمل بعد الاتوميك كلينز اتوميك كلوزنس، تقارب ذري او اتصال ذري مع الغمامه الالكترونيه اللي تحيط بالذرات، ويصير بيرمننت
بيرمننت يونيون او اتحاد ذري، سواء كان شوف شباب، سواء كان اقصد معادن، سواء كان تلحم باللحام اللي هو الريجولر الاعتيادي، او سواء كان بالفريكشن وولد اللي تلحم، او سواء كان خلينا نسميها بطرق الاخرى للحام بالصدمه. ناشوف بالصدمه او من سامع بالاكسبلوزيف ولدنج، الاكسبلوزيف او الاكسبلوجن ولدنج، اخلي قطعه من معدن واخلي قطعه اعلاها، يا اما اضربها زي اطلاقه المسدس بريفت، بريفت بهذا المكان، هذه منطقه، او اخليها في ماء، والماء اخليه في منطقه او يعني مواد متفجره صغيره نسبيا، تطلقها فتضربها فيصير التحام. هنا من صار التحام، الشرط الاول اللي هو شو هو؟ قلنا عليه اتوميك كلين لينز. الاتوميك كلين لينز حققناه باي طريقه؟ باي طريقه حققه؟ سواء كان انه تعمل فراجمنتيشن باللحام اللي هو الاعتيادي، تسخنه وتسويه سائل المنطقه، او سواء كان انه بالفريكشن تجيب قطعتين تربطهم مع بعض، او سواء كان بالاكسبلوزيف، سواء كان تضرب بريفت او بالفريكشن ريفت او بالاكسبلوزيف اندر ووتر، ممكن كلهم ذني يسوي الاتوميك كلين لينز دايركت. انتبهوا يا اخوان، دايركت بس يصير عندي اتوميك كلين لينز او تنظيف من الاكاسيد، راسا يصير ربط ذري ما بين ذره وذره. هنا باللحام احتاج الى حراره؟ جواب لا، مو شرط الحراره. احتاج الى ضغط؟ ايضا مو دائما الضغط. اللحام الاعتيادي يحتاج ضغط هنا بريجر؟ نو، ما يحتاج. احتاج حراره لازاله او عمليه خلينا نسميها الاتوميك كلينز، احتاج حراره. بس في بعض الاحيان احتاج ضغط، نعم احتاج ضغط في الاكسبلوزيف او نسميها اللحام الانفجاري، ممكن يصير عمليا ما احتاج حراره هناك، ايضا عمليا ضغط سلطت على منطقه صغيره، ايضا عملي الاتوميك كلينز. اعيد واكرر للاهميه، بعد مباشره ما يصير اتوميك كلينز يصير عندي اتوميك كلوزنس، كلوزنس تقارب، بتشوفوها حضراتكم في اعلى البرزنتيشن. اتوميك كلين لينز اتوميك كلوزنس. الاتوميك كلين لينز ريكوايردز ذات اتومز اكسبوز اون ذا سيرفيس بي ذا اتوم اوف ذا ماتيريال تو بي جويند ايفن اف ذيس كونديشن از سيت اب اون ذا سيرفيس اكسبوجر تو ذا اتموسفير ريزلتس ان اولموست ايميديت فورميشن اوف اوكسايد اور سولفايد فيلمز اون موست ميتالز. لو بتلاحظون هذا يعني رسم توضيحي فقط، انه عندك في مسمار حديد، الاكسجين اللي موجود راسا بيتحد مع الحديد بيكون لك طبقه، الطبقه هذه من الراست مثل ما قلنا في بعض انواع المعادن هذه تعتبر طبقه لمره واحده فقط، مثل الالومنيوم مثل الكروميوم اوكسيد في الستلستين، وممكن تكون كونتينيوس مثل الحديد الاعتيادي اللي يتطلب طلاء، يتطلب ما معنى طلاء او يعني كاثوديك بروتكشن او حمايه كاثوديه. لو بتشوفوا هنا حضراتكم بانه في عندي هنا في اوكسايد لاير، لو بتشوفوها الاتوميك كلوزنس، بعد ما ازيل اخوان انتبه لي، بعد ما ازيل طبقه الاوكسايد باي طريقه معينه مثل ما تكلمنا، مباشره بيعمل لي اتوميك كلوزنس. ما معنى اتوميك كلوزنس؟ تقارب ذري. تقارب ذري ريكوايرز ذات ذا ديستانس بتوين اتومز بروت انتو كونتاكت. ما معنى بروت انتو كونتاكت؟ انه نجلبها الى الاتصال مع الاتوم القريبه عليها. ار نورمالي سبيسد ان ذا كريستاليان ستراكشر اوف ا ميتال. Normally, when two surfaces are brought into contact, this condition will occur only at the number of points because surfaces of even the best quality have a finite roughness of a much larger order than atomic distance. تبول يا إخوان، ممكن عملياً بجيب قطعتين مع بعض والصقهم لفترة، عفواً ما أسوي أي شيء لهم، أخليهم مع بعض لفترة كبيرة جداً نسبياً، يتم الالتحام. جواب، في بعض أنواع المعادن يتم مثل الليد الرصاص، لو تطول فترة كبيرة أشهر مع تربط قطعتين رصاص، لاحقا بتذوب الاوكسايد لاير اللي موجود على الرصاص بيعمل اتوميك كلوزنس. بس في غالب المعادن لا، تفشل هذه، لان انا بدي سترينث عالي. بمعنى انت لو بتشوف الانابيب اللي هي تنقل البترول او الماء او وتبر الغاز، هذه الانابيب لاحقا المضخه بالضخ، فيندفع السائل، يدفع يسوي لي سائل على الانبوب في كل الاتجاهات، المضخه او البامب يدفع لي، فتسلط لي ضغوطات هائله على كل المحيط اللي موجود داخل الموب، لذلك حتتحمل منطقه اللحام منطقه الستريسز عالي جدا نسبيا. لذلك عمليا انا ما اقبل بانه السترينث يكون منخفض للقطعه. شلون يكون السترينث منخفض؟ بانه عندي هنا يا اما ديفكس او عيوب موجوده في منطقه اللحام، او ممكن يكون عمليه الربط اللي موجوده
يكون ربط غير كفو. لذلك هنا melting common but not essential. ما معنى melting common but not essential؟ هنا عمليا انه الصهر للمعدن هو اساسي، عفوا هو مهم بس مو اساسي، هو شائع common شائع لكن هو غير اساسي. ما معنى شائع؟ اللي حامل اعتيادي هنا سوي melting صح؟ هنا بس هو هذا شرط؟ جواب لا، ممكن بالفريكشن زي ما تكلمنا، ممكن عفوا بالاكسبلوزيف بالبرجر، ممكن اصل الضغط ازيل او خلينا نسميه العمليه اتوميك كلينلز دايركت، تصير بعدها اتوميك كلوزنس او تقارب ذري. ايضا هذا نوع من انواع الفريكشن وولد. هنا طبقه الاكاسيد اللي موجوده في سطح القطعه اللي بتشوفون الماوس، هنا الماوس اللي موجود في طبقه اكاسيد موجوده هنا بالفريكشن وولد، من ادفعها بهذه المنطقه بيصير عمليه روتيشن دوران للقطعه، بيعمل فراجمنتيشن. ما معنى فراجمنتيشن؟ تكسير للاوكسايد لاير، بمعنى اتوميك لو كلين لينز، اتوميك كلين لينز مباشره بيحمل بعدها بثواني او اجزاء ثانيه يصير عندي اتوميك كلوزنس او تقارب ذري ويتم عمليه الالتحام. ايضا مر علينا بانه هنا السلك اللي حامل اللي موجود عندي هنا يتم عمليه صهر اللحام، اقصد بها كوالدنج، ليس برايزنج ولا سولدرنج ولا برايز ولدنج. هنا عمليا اصهر البيس ميتال، جانبي البيس ميتال ذهابا وايابا بتسليط حراره، من سلطه حراره صار عندي خلينا نسميها اتوميك كلين لينز بفعل الحراره، ذابت الاكاسيد اللي موجوده حسب خلينا نسميها البيس ميتال او نوع البيس ميتال، لذلك الامبيوريتيز والاوكسايد بيصعد كخبث. ما معنى السلاج او خبث في سطح اللحام؟ بتشوفوا حضراتكم في بعض الاحيان في اللحام في منطقه يعني سوداء هنا بتكون ندعيها بالسلاج او الخبث، هذا السلاج او الخبث يحمل سواء كان الاكاسيد، ايضا هذه طريقه اللحام اثناء ما الحم يعني يجيني فد بنفيت ثانوي او سكندري بنفيت، انه عمليه ازاله الامبيوريتيز. ما معنى الامبيوريتيز؟ اللي هي الشوائب اللي موجوده على السطح ايضا تظهر او تطلع للسطح فيعطيني منطقه لحام بيور. ما معنى بيور؟ انه عمليا لو اسوي سكشن بالمنشار هنا بتشوف المعدن متصل بصوره كفوه اذا ما في او يحمل عيوب. هنا ايضا في عندي قلنا السولدرنج برايزنج ولدنج هنا في هذه المناطق اللي موجوده، عمليا هنا قلنا الولدنج انه اصهر المعدن او يصير عمليه ميلتنج للبيس ميتال او البارنت ميتال، بس برايزنج مو شرط انه اصهر البيس ميتال فقط اصهر الفيلر ميتالز، بالسولدرنج نفس الكلام. الفرق بيناتهم في عندي في البرايزنج والسولدرنج واحد بلو 4250 درجه الحراره والاخر انه اعلى وهكذا، عمليا انه البرايزنج والولدنج ما يعطيني هاي سترينث، مجرد يعطيني ربط بالمنطقه اللي موجوده سواء كان انابيب thin materials. Use for braze welding steel. أيضا في بعض الأحيان يدعى بالbraze welding. انتبه للكلمة أخوان شباب، لو بتشوف الماوس أيضا هنا braze welding في بعض الأنواع المعادن مثل خصوصا للstrengthity عالية أو الhardness عالية مثل عندي الكاست ايرون صعب اللحام. يقودنا إلى كلمة أو مصطلح weldability. ما معنى كلمة weldability؟ ability قابلية، weld لحام، قابلية اللحام ممكن تنخفض ممكن ترتفع، ممكن تنخفض ممكن ترتفع تبعا علما للولدابلتي. الولدابلتي فد مصطلح اذا نريد نعرفه بثلاث كلمات فقط هو سهولة او صعوبة اللحام، سهولة او صعوبة اللحام. بمعنى في بعض انواع الاحيان ما احتاج الى بري هيت يعني تسخين اولي، ما احتاج الى بوست وولد هيت تريتمنت، وما احتاج الى مينتنس او خلينا نسميها يعني انه عمليه تسخين اثناء او باللحام. هنا في بعض الاحيان المعدن سهل انه عمليه اللحام ما يحتاج ذولا كلهم، ما يحتاج الى اسلاك خاصه، ما يحتاج الى اي سي او دي سي، هاي المكان اللي موجوده، لذلك عمليا الولدابلتي ترتفع. بالكاست ايرون لان الكربون نسبه الكربون عاليه جدا اكثر من 2% ممكن، عمليا يكون اللحام صعب يصير كراكس. لو بلحم كاست ايرون هذا كربون ستيل او مايلد ستيل او خلينا نسميها مانجانيز ستيل، لو بجيب كاست ايرون والحمه باللحام الاعتيادي بدون بري هيت بدون بوست هيت صعب يصير عمليه كراكس، ما يصير ربط كفو هنا، فلازم اسوي بري هيت تسخين اولي، اقلل دلتاتي تمبرتشر ديفرنس بين خلينا نسميها بارنت ميتال والولدنج ميتال، انه عمليا هنا او ممكن لاحقا اسوي عمليه خلينا نسميها مينتنس هيت تريتمنت او ايفن بوست وولد هيت تريتمنت.
لذلك عمليا الولد برايزنج او البرايز ولدنج انه اسوي تعميه او بلايندنج للكاست ايرون باسلاك النيكل قبل ما اجري عمليه اللحام. ايضا هذه يحمل الشرطين قلنا بالالتحام، لا تنسى اول شيء اتوميك كلين لينز، بعدين اتوميك كلوزنس، يصير تنظيف ذري وتنظيف اللي نسميه تقارب ذري في المنطقه. لذلك انتبه لي اخوان، اي فهمك للحام ينبع من ذول الاثنيناتهم. لا تقول اللحام هو اجيب سلك والحم وخلصنا. انت كمهندس او كباحث في هذا الشان لازم تعطي للاخرين عندما تسال بانه كيف هذه تصير عمليه الالتحام، شنو خلينا نسميها الفاندمنتالز او خلينا نسميها البيسك مال هذه المنطقه، هو الاتوميك كلين لينز والاتوميك كلوزنس. من يصير تقارب او يصير تنظيف من الاكاسيد يحصل تقارب ذري ويتم عمليه الربط ما بين القطعتين. تقول يا اخوان ايضا على عجاله خلصنا موضوع اللحام، ممكن اكثر للاخرين ممكن يعني يشبع رغبات الداخليه بمعرفه خلينا نسميها اكثر عن هذا الموضوع، ممكن لاحقا نتواصل. الشباب ايضا هنا اخلوا لكم روابط لعمليه الاتصال بينا سواء كان بي او خلينا نسميها بالمعهد، انه يعطيك روابط ذولا انه عمليا يصير لقاءات اخرى ممكن يصير شرح اكثر بها. بس هنا خلينا نحكي عن الانسبكشن. الان دي تي او الانسبكشن مثل ما بدينا بالمحاضره انه الان دي تي عمليا هي مختصر للنون ديستركتيف تيست، افحص منطقه اللحام. انتبهوا لي فقط في اللحام؟ جواب لا. اي عمليه فابريكيشن اتصال ما بين قطعتين ممكن اسوي اجري عمليه ان دي تي. شنو فائده الان دي تي والانسبكشن شباب؟ الفائده الرئيسيه من عندهم انه اضمن، انتبه، اضمن انه عمليا هذه المنطقه تكون تحمل نفس الخصائص. بمعنى انتبه لي، بمعنى انا اريد هذه المنطقه تحمل نفس الخصائص الميكانيكيه والكيميائيه، لذلك انا عمليا هنا في منطقه اللحام لازم اضمن، انتبه لي، لازم اضمن ما عندي اي فويد، ما عندي اي ديفكتس، ما عندي اي خلينا نسميها كافيتيز. انتبه لي، اللحام ممكن عمليا يولد لي عيوب هنا اثناء اللحام؟ جواب نعم، ممكن تتولد عيوب. ما هي العيوب؟ يعني على سبيل المثال للحصر الكراكس، التشققات اللي تصير ممكن يصير. نعم، ليش؟ لان هنا دلتا تي هنا 1500 ينصر الكربون ستيل، انتبه لي 1500 ينصر الكربون ستيل. هنا عمليا القطعه قبل ما الحمها هي بحراره الجو، خلينا نقول شتاء 0 ديجري وصيفا 50 ديجري 60 70 100 وات ايفر. هنا فرق عالي ما بين 1500 منطقه اللحام وخلينا نسميها 600 او 100 منطقة دلتا تي عالي. لذلك هذا الفرق الكبير بدرجة الحرارة ممكن يعمل لي شرينكج، ممكن يعمل لي كراكس بفعل الكونتراكشن اللي خلينا نسميها الكونتراكشن والاكسبانجن، ممكن يعمل لي شرينكج كراك هنا سواء كان يعني اذا متعلق بالدلتا تي او تغير بالحرارة، او ممكن في بعض الاحيان يحصل كراك بفعل انه مو سيم ماتيريال كومبوزيشن، مو نفس الخصائص مال او السلك ما يحمل نفس الخصائص مال هذا المعدن. بمعنى هذا المعدن يتحمل تنسال سترينث معين، السلك ما يعطيني هذا، اما اكثر او اقل. لذلك يصير عمليه ايضا تعرفوا حضراتكم في اللحام يحصل اول شيء تمدد اسبانجن، بعدين يصير كونتراكشن. هاي العمليه الكونتراكشن والاسبانجن ممكن يعمل لي كراك في هذه المنطقه تؤدي لك الى انه ضعف. انتبه لي، انا هنا يفترض انه منطقه اللحام تحصل لي لو بشوفك شوف خصائص الميكانيكيه تمشي بهالكيفيه كفايبرز او ليف. هنا يفترض منطقه اللحام ايضا تتواصل عبر هالليفز مال السترنجثيتي او قوه المعدن. لو كان عندي هناك راكس، المعدن منفصل مش متصل، لذلك هذا منطقه ضعيفه، لذلك اضمن انه انا ما يصير عندي كراكس. ممكن ايضا نبوب العيوب على السريع، في عندي نوعين من انواع العيوب. العيوب الاولى تدعى بالبلانر ديفكتس، البلانر ديفكتس او 2 دي ديفكتس اللي هي lack of penetration cracks و lack of fusion. دول يعتبروها او يصنفوها او يمكن انه عمليه تصير كلاسيفيكيشن لانه بلانر ديفكتس. البلانر ديفكتس مور سيريس، خطيره، يعمل فشل للقطع. شوف انتبهوا اخوان، عمليا هذا الرابط بين القطعتين لازم انه مينيموم يعطيني 25 years المصمم يحسبها كحسابات له. ما يمكن انه عمليا الصيانه كلفه الصيانه اقل من كلفه اعاده البايب لاين او الفيزل او التانكس او وات ايفر. هنا هذه المنطقه اللي موجوده يفترض انه ما يصير بيها فشل او يصير بيها فشل بعد مرور او السبان لايف مال القطعه. لذلك انا لازم اضمن كانسبكتر كان دي تي ما عندي عيوب هنا. من اهم العيوب اللي هي البلانر،
سواء كان لاك باللحام لاك او فيوجن لاك او بنتريشن وعندي كراكس، هذا كلحام. ممكن بالكاستنج او السباكه ممكن عندي الكراكس، الكراكس مشكله يسوي لي. ايضا كبلينر ديفكس بالفورجينج عندي البيرس او الكراكس ايضا ممكن يسوي لي، فنسميها سدن فيلر. لذلك انا كفاحص نهائيا ما اقبل اي نوع من انواع العيوب للبلينر ديفكس. كل الكودز والستاندردز ترفض، خلينا نسميها البلينر ديفكس. عندي في نوع ثاني من العيوب اللي هو يدعى بالفوليومتريك، فوليومتريك بحجم اللي هو 3D، مثل شو؟ مثل عندي البوروسيتي، فقاعات هواء تحتجز داخل اللحم، بوروسيتي مسامة غازية تحتجز داخل اللحم وتؤدي لي إلى ضعف الليفز اللي موجودة بالخصائص الميكانيكية الثانية انتقال عبر منطقة اللحم، تصير منطقة ضعف، هذه المنطقة ضعيفة تصير نوعا ما. هذا الضعف اللي موجود ممكن عمليا لاحقا يؤدي لي إلى فشل أو ليكس أو whatever. لذلك الفوليومتريكس ممكن تشترك بيها البوروسيتي أو الغاز بورس، ممكن يشتر بيها سلاجي انكلوجين، وايضا ممكن تشترك بيها اي مواد تسقط اثناء عمليه اللحام، سواء كان اللحام بالابره جزء من ابره التنجستن او خلينا نسميها يعني النيدل اللي موجوده للالكتروز يسقط هنا، ايضا الماده اختلفت بالتنجستن، او سواء كان نحاس او خلينا نسميها حتى اذا كان فلكس انكلوجين ممكن يسوي عمليا منطقه ضعيفه. لذلك انا كانسبكتر تبهولي اول شيء اعمله هو فيجوال انسبكشن اللي يعتمد على النظر او مساعدات النظر. شنو مساعدات النظر؟ ممكن اجيب ميرورز، ممكن اجيب ميرورز فائدته انه في المناطق اللي ما اقدر اكسس تو ات بعيده انه ما اقدر اشوفه يعني محصوره، ممكن ادخل ميرور وتم عمليه الفحص. ممكن استخدم بورسكوب اللي هو عن بعد او ريموت تيست. ممكن استخدم ايضا اخوان عمليا المكبرات او الماجنيفيكيشن او الماجنيفايرز، لان الماجنيفايرز في بها ليميت حسب الاي اس ان تي 1A، هذا الستاندر يعطيني بانه عمليه الماجنيفيكيشن تتم باي مكبره تستخدمها بالدايركت فيجوال تيست هي من 2x الى 5x او خلينا نسميها يكبر لي المساحه من 4 الى 25 مره. ذني المكبرات او المساعدات الفيجوال ايد ممكن استفاد منها في عمليه تقييم او اسسمنت المن خلينا نسميها للمنطقه اثناء الفحص. انت اخوان هنا ممكن استخدم في الادوات خاصه اللي يسموها الولدنج جيج مثل هاي الصوره. نعم الولدنج جيج مختلفه، ممكن لاحقا نغطيها بالتفصيل، ممكن عمليا نشوف فيديوهات مع بعض غطي لكم اياها بالتفصيل. هذه الولدنج جيج كل انواعها، شلون افحص، شلون اكتب التقرير. اهم نقطه بالفاحص اخوان سواء كان الانسان اللي بعده مستجد او الانسان اللي يشتغل بهالاختصاص انه التقرير، التقرير به بعض الشروط هسه نشوفها. ايضا هاي غطينا بعض الامور. اهم نقطه على الميثودز افيرسس تكنيك، انتبهوا لي اخوان في عندي ميثود الطرق الرئيسيه يمكن غطيت لك اياها، مثل عندي الالتراسونيك هذا بشوفه كميثود، يعتبر كميثود يتفرع منه تكنيك اللي هو حسب الاي اس ان تي. طبعا نتكلم حسب الاي اس ان تي بانه الميثود ممكن تتفرع لعده تكنيكس. واحده من التكنيك مال الالتراسونيك اللي هو الثيكنس جيج او باستخدام النورمال بروب انه اقيس. الميثود هي التراسونيك، التكنيك هي الثيكنس جيج او قياس الاسماك اللي موجوده كتكنيك من من الالتراسونيك تيست. عندي تي انسبكشن، قلنا اخوان بانه عمليا اني بالانديتي لازم احتاج انه تبوا لي اخوان احتاج الى تم الفحص فيجوال اول شيء، احتاج الى انه اكتشف. تبوا لي اخوان الفحص يقسم الى اثنين، ممكن نسوي فحوصات تجرى على خلينا نسميها السيرفيس، وعندي فحوصات تجرى سب سيرفيس. بمعنى شنو سب سيرفيس؟ هنا عندي انا فحوصات ممكن اكتشف العيوب اللي موجوده في السطح بالنظر، سواء النافذه ماجنتيك تيست، كلها تؤدي لك الى شنو؟ أدي لك إلى العيوب السطحية. ممكن أكو عيوب تحت سطحية مثل ما تكلمنا بعض أنواع lack of fusion أو penetration، يعني أقصد بها قلة الانصهار internal. لذلك أنا أدخل هنا سواء كان energy ultrasonic أو سواء كان radiographic energy، وأخلي هنا يعني radiographic rays وأخلي فيلم وأشوف العيوب تحت السطحية. لذلك يقسم العيوب إلى اثنين، عيوب سطحية أو surface ديفكس وسب سيرفيس ديفكس، عيوب سطحيه وعيوب تحت سطحيه. هنا لازم بالاني يعني احتاج الى بعض الاجهزه تكون تعطيني الفيجوال تيست اللي اكتشف بالعيوب السطحيه، مثل شنو؟
قلنا الفيجوال تيست، استخدم مكبره، استخدم ميرورز، استخدم الولدنج جيج، كلها معرفه عيوب السطحيه، او ممكن استخدم السوائل النافذه. لاحقا ايضا اغطي لكم اياها ان شاء الله في محاضره اكثر تفصيلا. انا عاده انه احب اتكلم كثير، اغني المعلومات عند الشخص المتدرب. سوائل النافذه ممكن بها عده اشكال وعده خلينا نسميها تكنيكس بها. ممكن انه انا عمليه افحص سوائل النافذه، اتشيك اللي ما قدرت اشوفه بالفيجوال. في بعض الاحيان تعبر عليك ممكن يكون تايت كراك او سمول انديكيشنز، ممكن انه بالسوائل النافذه او ليكويد بنترن ممكن اغطيها. الماجنتيك بارتيكل تيست ايضا ممكن انه اكتشف بها العيوب السطحيه. وسلايتلي سب سيرفيس، ما معنى سلايتلي؟ بصوره دقيقه انه عمليا هنا العيوب اللي تكون تحت السطح ممكن بالماجنتيك تيست. ماجنتيك تيست بعده اجهزه، ممكن تكون اليوك، ممكن تكون بروب، ممكن تكون الكويل، ممكن تكون سنترال كوندكتورز، ممكن تكون البرودز. لذلك عندي عده اجهزه مستخدمه في الماجنتيك تيست. الماجنتيك تيست هنا يظهر لي العيوب السطحيه او سلايتلي سب سيرفيس تحت السطح. ايضا هنا عندي الالتراسونيك اللي يكتشف العيوب تحت السطحيه، وعندي الراديوغرافيك اكتشف العيوب تحت السطحيه. لذلك انا لاحقا اخوان بعد ما اكتب هذه العيوب اسويها ليست بالعيوب اللي موجوده سواء كان بالسيرفيس او السب سيرفيس، اكتب تقرير بها جواب نعم، يختزل عملك كله اللي هو ممكن تروح لي 3 ساعات، 5 ساعات، 10 ساعات، 2 days، 3 days، يختصره بتقرير ورقة واحدة. تبو التقرير هنا مهم؟ جواب نعم مهم جدا. ليه؟ لأن هذا يعتبر من أهم documents بالمشروع، أهم وثيقة من وثائق المشروع هو اللي خلينا نسميها inspection reports. inspection reports شباب هنا عمليا هو اللي خلينا نسميها عمر القطعة الافتراضي مثلا 25 سنة، لازم يبقى التقرير فيها 25 سنة، لازم يبقى التقرير أيضا بعمر القطعة. ليه؟ لأن لاحقا ممكن يعمل شخص يصير بها فيلر فشل، لذلك يعمل يجي فاحص آخر يعمل فيلر أناليسيز أو تحليل فشل، يعتمد على الريبورتس اللي أنت وضعته. الريبورتس بشروط، الريبورتس بشروط. أهم شغلة أنه يحمل الريبورتس الآتي: accuracy، يكون دقيق، يعني بمعنى شو دقيق؟ انتبهوا لي إخوان، early انتباهك، بمعنى أنا عندي وسيلة قياس سواء كان يعني أي وسيلة قياس أقيس بها العيوب أو الديفكس، لازم هاي وسيلة القياس تكون يعني دقيقة، بمعنى calibrated، بمعنى معايرة. يعني قبل يومين في National Geographic شفت أو سمعت من ابني أنه هدوا بناية كاملة ما عدا قيد الإنشاء، يعني وصلت إلى مراحل متقدمة، هدوها. ليه؟ لأن اعتمدوا قسم من المقاولين على ميتر أو خلينا نسميها وسيلة قياس. هذا الميتر تكون من مصدر صيني تجاري رخيص، وبعضهم لا اعتمد على كاليبريتد، لذلك صار الفروقات بهذا أدوا إلى خسارة، هذه الخسارة الكبيرة. لذلك لازم يكون دقيق في وسائل قياس العيب. ليه؟ لأن أنا في بعض الأحيان الستاندر يقول لي إذا كان العيب سواء كان غاز بور إذا كان أقل أو يساوي 2 ملي فهو أكسبت. على سبيل المثال إنه العيب يكون أقل أو يساوي 2 ملي متر فهو أكسبت. زين أنت تقول 2.1 إذن هو خرج خارج السماح، مع أنه ممكن يكون 1.9 وليس 2.9 أو 2.1 عفوا. وسيلة القياس لازم تكون أنت شخص دقيق بالقراءة، لأن هذه ممكن ترفض عيب. تبوا أخوان، لما ترفض عيب أنت تكتب في التقرير هذا العيب rejected، بمعنى هذا يصير واجب الريبير، واجب تصليح، لازم يطلع فريق لعملية التصليح. لذلك هذه كلها في مضافة، لذلك أنت تكون دقيق بعملية خلينا نسميها قراءة العيوب أو قياس العيوب. أيضا objectivity، objectivity أنه نقصد بها عمليا أنه يصير يكون هداف. ما معنى هداف؟ انه بموضوعيه التقرير، مو عباره عن اتجنب بس لاحقا نشوفه، اتجنب اقول بانه اي وي او خلينا نسميها وي ار ليرن ذات، احنا تعلمنا هيك، او تشير بالتقرير الى انه ان بريفيس بروجكت، هذه كلها ممنوع تكتبها بالتقرير، ممنوع تستخدم ضمائر اني انت هو هي الاخرين وهكذا، ممنوع تقول بانه اني تعلمت على انه هيك يصير، ممنوع تذكر هاي سنتنس او جمله بالتقرير، ممنوع تقول بانه اني بريفيس بروجكت المشروع السابق بانه اني
يعني شفنا هيك ممنوع تذكر هذه الامور. ليش؟ لازم تكون اوبجكتيفيتي موضوعي، كلاريتي وضوح. لازم يكون التقرير مالتك واضح، واضح للناس اللي خلينا نسميها نون بروفيشنال. ما معنى الناس النون بروفيشنال، ممكن مدير المشروع ما يعرفوا هاي بالفحوصات، هو كمدير ناجح بس هو بعيد عن خلينا نسميها الفحوصات والسب سيرفيس والسيرفيس وطرق الفحص. لذلك هنا لازم تكون واضح لكل الاشخاص، سواء كان بروفيشنال او سواء كان اشخاص يعني عاديين بالمشروع. consistency يكون ملخص مختصر، ما اتوسع به، ما يحتاج تشرح شباب بالتقرير كل شيء. هذه الشرح ماتك او خلينا نسميها النوت اللي عندك ممكن تسجلها في دفتر معلوماتك انت الخاص لك، تشرح هاي التفاصيل. بس اثناء كتابه التقرير، لان هو دوكيومنت مهم بالمشروع، ممكن حضر شخص عمره 60 سنه من يكتب التقرير يتوفى وبعد تقريره موجود في العمل، يعني قلنا الفاليديتي مالته 25 سنه ممكن. هنا لازم يكون مختصر، لا تشرح هواي، لا تسوي التقرير مالتك يعني ممل او خلينا نسميها متشعب. ايضا كونتينيوتي ايضا يكون باستمراريه للمنطقه، باستمراريه للفحوصات جوين بعد جوين، ما يصير جامبينج. ورايتنج ستايل ايضا في بعض الاحيان عمليه كتابه او خلينا نسميها طريقة كتابة التقرير تلعب دور بفهم التقرير هذا. الأكيوريسي حنتش عليها. Great care should be taken to ensure that the information is presented accurately. لازم أنه يكون المعلومات اللي أنا نزلتها تكون دقيقة. Make sure values are transferred correctly. لازم أضمن بأنه عملية نقل المعلومات تم بصورة صحيحة. And calculation are done properly. أيضا في بعض الأحيان الحسابات اللي أنا تجرى ممكن عمليا تكون خلنا نسميها تكون دقيقة جدا. مستيك أيضا ماكو أي أخطاء اللي موجودة. الأوبجكتيفيتي data must be evaluated honestly and without bias. تبهلي evaluated honestly، لازم يكون الفاحص إخوان عنده بعض يعني خلنا نسميها الأمانة بالعمل تكون كبيرة. and without bias، bias تحيز، بدون تحيز. يعني أنت صاحبك أو خلنا نسميها معرفتك أو الشخص اللي تعرفه في مقاول اجى اخذ عمل، هنا البايس لازم ما يصير عندي. واذا صديقي او من المعارف اللي عندي اخذ مشروع، او نهائيا انت ادي عملك، لان اذا يصير خطا وانت كاتب بانه هذه القطعه without defects انت تتحمل مسؤوليه، صديقك يتخلى عنك. لذلك ادي عملك. لو بتريد يعني بتنفع صديقك او تريد، هذا ممكن بتسوي عمليه تدريب بالانسايت للاشخاص اللي يشتغلون معه، لذلك تتجنب. لذلك ممنوع نهائيا انه يصير تحيز، وايضا تكون شخص موضوع ثقه، لان يعني هذه امانه امامك. Conclusions should be drawn solidly from the facts presented. Opinions and conjecture should be clearly identified if included at all. Deficiencies in the testing of the results should be noted. Readers should be informed of all assumptions and probable sources of errors if encountered. لذلك هنا عمليا هنا مثل ما تكلمنا بانه كل خلينا نسميها الديفيشنسيز العيوب اللي بعد ما جريت الفحص عليها لازم تكون يعني مذكوره بالتقرير. انتبهوا لي اخوان، التقرير حيحمل الاتي: حيحمل ريجكتد ديفيكتس واكسبتد اكسبتد ديفيكتس. دول الاثنين اذكرهم، نعم اثنيناتهم اذكرهم، المقبول والمرفوض. هاي الكلمه هنا should be noted. ما معنى نوتد؟ انه لازم اني اذكرها كملاحظه موجوده في التقرير. لازم اكتب العيوب المقبوله والمرفوضه. المقبوله قبلها الاستندر او الكود، المرفوضه رفضها الاستندر او الكود اذا عبرت بعض الاحيان بعض الانواع اللي خلينا نسميها المسافات او الحدود او الليمت او التولرنس. لذلك هذه الاثنين اكتبهن في التقرير. كلاريتي، ذا اثر الكاتب شود ورك تو كونفاي ان اكزاكت مينينج تو ذا ريدر، لازم يعطي للقارئ يعني فهم عن التقرير. The text must be clear، لازم يكون الخط واضح. And ambiguous، ممكن يكون غير مشوش. Mathematical symbols must be fully defined، لازم تعرف خلينا نسميها الرموز الرياضية. انتبه لي اخوان، نعم شنو الرموز الرياضية؟ في بعض الأحيان ممنوع تكتب بالتقرير مختصرات إلا انتبه إلا إلى أنه تشير للمختصر. بمعنى شنو؟ في عندك في كل تقرير في نوت، في كلمة ريمارك أو نوت، لازم تقول تختصر في الكلام. مثلا كراك سي ار، لازم من اختصره اذكره
مسموح لي بأنه ليش؟ لأن هسه أشوفك نموذج لتقرير في حقل من الحقول اللي موجود هنا. الحقل صغير نسبيا ما يكفيك إلى بعض lack of side wall of usual، كلمة كبيرة ما يكفي المكان، ممكن أخذ أول حرف من أول كلمة بس لاحقا أشير لها بأنه بالنوتس عندي بالريماركس عندي هذه المنطقة وهذا العيب تم تعريفه لاحقا. هذا الكلاريتي. أيضا scale or some object to standard size should be included in the photograph to be to help your reader judge the size of the object shown. أيضا ممكن إنه دعم التقرير مالك بصور. نعم أهم نقطة هذا الشيء إنه دعم التقرير مالتي بصور. الصور هنا سابقا يعني نحكي عن الثمانينات والتسعينات ممكن صعبة، هسه حاليا سهلة من السهولة بمكان في موبايلك أو حتى في بعض الأحيان التطبيقات الحديثة إنه تعطيك دايمنشن على المكان بدون استخدام رولرز أو واتبر مسائل الميترز اللي تقيس مع الصورة. لازم أرفق مع الصورة وسيلة قياس تعطي إنديكيشن للي دا يشوف الصورة إنه هذا البعد كم خلنا نسميها إيش قد يبعد. لذلك دائما حاول إنه بالتقرير اللي عندك تسوي اتاتشمنت اللي هو تصوير إليك الموبايلات. حلت الموضوع هذا يعني جاء صار من السهولة بمكان إنه أنت مباشرة ترفق مع التقرير مالتك صورة توضيحية. Simple staying the magnification of a photograph can cause uncertainty since the size of the photographs often change in reproduction. أيضا ممكن عملية إذا كان تكبير أو تصغير للمكان اللي موجود ممكن يعطيني شك بالصورة أو ممكن يكون صورة غير مفهومة. Consistency اللي هي الملخص أو المختصر. Most people are fairly busy. ما معنى fairly busy؟ أغلب الناس اللي بالمشروع عادة يكون مشغولين and will not want to spend any more time than necessary reading a report. أيضا في بعض الأحيان التقرير هذا لازم يكون مختصر بكلمات مختصرة. التوضيح أو التفصيل عندك دائما الفاحص يشيل معاه زي الكشكول أو الدفتر أو النوتبوك. هاي النوتبوك بيعطي تفصيل بس في التقرير تجنب التفصيل. لو ينطلب منك لاحقا ممكن تعمل كوبي للي عندك في التفصيل وترسله. بس في بعض الأحيان مدير المشروع والناس اللي موجودين يكون بيزي مشغول ما عنده وقت يقرأ، ما عنده وقت يقرأ العمل اللي عندك أو عفوا تقريرك إذا بي تفصيل كثير. لذلك كون دائما تعطي تلخيص. Therefore technical reports should be consistently written. أيضا يكتب بصورة مختصرة. Include all the details needed to fully document it and explain the work but keep it as brief as possible. إنه دائما خليها بريف مختصر قدر الإمكان. Consistency is especially important in the abstract and construction conclusion sections. لذلك عملية الاختصار مهمة جدا. Continuity أهم نقطة بالcontinuity هي introduce the subject matter. لازم أنت تقدم أو الموضوع مالتك شنو هي تقديمك إلي. Tell readers what they will be reading about. لازم تعطي فد يعني تلميح بدائي إنه هذا التقرير شو يحمل. Then provide the details information. Tell them what you want them to know. أيضا تعطي بعض التفصيل المعين حتى إنه شو يريد يعرفون شنو هذا المختصر مثلا أو شنو هذا العيب. Reject or accept. Summarize the results and conclusion. Retell them the main points. أيضا هذا ممكن في بعض الأحيان يسموها narrative reports ممكن تكتبه. بس غالب الأمر إنه التقرير النهائي يوجد في فورمات خاصة في جداول تترس بيها فقط يعني filling ما تكتب. في بعض الأحيان أكون report تبولي. بعض الأحيان الريبورتس ممكن يكون عملياً ناريتيف بأنه كذا كذا كذا. فالسابق اللي هو كان يتكلم أول شيء أعطيه مختصر عن الموضوع بعدين أدخل بالتفاصيل بعدين أعطيه كونكلوجن. هذا أي ريبورت يحمل هيك شيء. الريبورتس في بعض الأحيان خصوصاً بالفيلر أناليسيس من يصير فشل أكتب ناريتيف. ناريتيف إنشاء كذا 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 تم ربط كذا هذا المعدن كذا الفحوصات بكتاب كذا ككلام. بس غالب الأمر الفحوصات اللي تجرى بالسايت تكون فورمات خاصة شباب. هاي الفورمات تحمل جدول. هسه هشوفكم نموذج إن شاء الله. هذا الجدول يحمل حقل هذا العيب مالتك من أين بدأ وين انتهى طوله واسمه يعطيني تفصيل عن العيب اللي موجود. When writing reports إن ما تكتب تقرير never ما معنى never لا نهائيا never use abbreviations like CR ACRAC and so on unless add this as a note in report. مرت علينا بأنه ممنوع الاختصارات إلا أوضحها بالنوت أو remarks. Never use words like I, we, they, us, them and so on.
ما مسموح لي انه اكتب احنا اني هم وهكذا، ممنوع تشير للضمائر اي، ايضا ممنوع تشير لهذا الكلام. شوف هذا المصطلح ايضا يشير اي انا. I really hate to also see the use of writer. ايضا ممنوع تستخدم انه اني اكره استخدام سلك اللحام. وانت شو معنى انت كفاحص لا تعني شيء بالمشروع، انت كفلاور البروسيجر انت سواء كرهت او حبيت لا يغير شيء، اكره وحب ماكو مشكله، بس عمليا انت تتبع البروسيجر او اوت اوف بروسيجر. اذا تتبع بروسيجر ما يهمك تكره سلك اللحام، تكره شخص، تكره كذا، لا يعني شيء. ايضا here is the way I have seen this done. ايضا اتجنب انه اكتب بانه الصحيح او الطريقه الصحيحه للتنفيذ اللي انا حقول لكم اياها او انا حشوف لكم اياها، اتجنبه. writer observed بلا بلا بلا، انه انا عندي كتابة التقرير لاحظت الآتي. ممنوع تكتب لاحظت، كلمة بلا 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 انه يعني ثرثرة، انه ممنوع انه اني اكتب بالتقرير اني لاحظت هذا الشيء، لا، تعتمد على انه انت عندك سياقات في كتابة التقرير. The way I have learned to do، ايضا اتجنب اكتب بانه الطريقة اللي اني تعلمتها بالتدريب بانه تكون على النحو الآتي، اتجنب هذا الكلام. لازم يكون التقرير عندك نوعا ما مهم، خلينا نسميها، ويكون مفهوم جدا. ايضا عندي بس هنا خلينا نشوف نماذج للتقرير شباب، يعني نماذج للتقارير اللي موجوده. هذه التقارير ممكن تكون عمليا قلنا كتحمل كتيبل، لاحقا ايضا نغطيها، ممكن لاحقا نغطيها شباب ككتابه التقرير اللي موجود. وايضا ممكن عمليا، شوف شباب، ممكن عمليا انه نعملها مع بعض لاحقا ايضا بتفصيل اكثر، لان احنا عندنا وقت محدد بالمحاضره. لاحقا ايضا ممكن عمليا نكتب تقرير مع بعض، شلون نكتب التقرير اللي موجود. ايضا هنا شير سكرين لها، ممكن التقرير اللي موجود نكتبه مع بعض، يحمل بعض الاحيان عمليا خلينا نسميها بعض الامور اللي هي اهم نقطه خلينا نسميها بالتقرير، اللي هي الاوبزرفيشن او ملاحظاتك انت شفت بالمنطقه هذه. لذلك انتبهوا لي اخوان، لذلك عمليا انا هنا عند كتابه التقرير نمشي على عجاله، يعني دقيقتين على عجاله هنا شباب، انه انا بدي اكتب تقرير لازم التقرير بالاتي يحمل الاتي. هسه انا لقيت فد عيب في بايب لاين او حتى هنا في اللحام، قول هذا بايب لاين انابيب او مواسير، هنا بدا زيرو، يعني هذا بايب لاين يمشي مسافات كبيره جدا مؤلف من قطع بايبس. هنا لو بتشوف هنا في هذا المكان ابدي كفاحص يبدي من الزيرو على سبيل المثال، هاي دائما اشرحها للتبسيط للاخوان في اثناء التدريب. ابدا من اعلى البايب اعتبره كزيرو، نمشي بالاتفاق مع اداره المشروع كلوك وايز او كاونتر كلوك وايز، وات ايفر، المهم اضيف. انا لقيت عيب هنا، هذا العيب ممكن عندي غاز كافيتيز في منطقه اللحام، انا دا افحص لحام مشيت، فانا هنا في حقل الاوبزرفيشن في عندي جدول هنا انه الفحص مالك شو هو، ابدي هنا على سبيل المثال اجيب وسيله القياس منا الى بدايه العيب على سبيل المثال 200 مليم 200 مليمتر او 20 سنتي، اكتب هنا من اين بدا العيب. لاحظ اخوان يحمل الاتي، هذا مهم، من اين بدا العيب، بدا العيب اسم بعد هاي الاولى الثاني اسم العيب طول العيب، العيب نقصد به الديفكتس، يعني اي ديفكتس او خلينا نسميها الديسكونتينيوتي او الفلوز، شو بتسميها في انت في بلدك، اللي هو الاوت اوف توليرنس او خلينا نسميها الشذوذ. من اين يبدا العيب؟ نعم، من اين بدا العيب؟ نسبه الى نقطه مرجعيه او ريفرنس او داتم لاين او داتم بوينت. نعم، اعتبرنا انه اعلى البايب هو الزيرو، خليت وسيله القياس بدا العيب من 300، فاكتب 200 ما اكتب يونتس مليمتر، لاحقا اشير بانه انا all the units is inch all the units is mm مليمتر وهكذا. فمن اين بدا العيب؟ 200. اسم العيب مثلا نقول عليه بوروسيتي او كراك، بوروسيتي
بنكتب بوروسيتي. اوكي 200 بوروسيتي. طول البوروسيتي خلينا نقول البوروسيتي هذه انديفيدوال يعني في منطقه اللحام هذه قطرها 2.5 ملي. 2.5 ملي البوروسيتي اللي موجود فاكتب 2.5. لو بتشوفون اخوان 200 بوروسيتي 2.5 ما اكتب يونتس. هذه ممكن اختصر البوروسيتي بكلمه بي ممكن بس اوضحها يعني نكتب هيك بي او بي او 2.5. لازم اوضح البوروسيتي المختصر اللي انا اختصرته شو تعني وهكذا يجر على كافه العيوب اللي موجوده سواء كان كراك لاك اوف سايد وول فيوجن لاك اوف بنتريشن عندي اللي خلينا نسميها المس ماتش او الهاي لو اللي هي سواء كان لينير او الانجولر. ايضا يجر على الارت ستريك يجر على خلينا نسميها السلاج انكلوجن وهكذا كل انواع العيوب ممكن بنفس التفصيل. انتبهوا فورمات التقارير اغلبها شباب فورمات التقارير بها جداول. هذه الجداول لا تعني شيء كثيرا. ليه؟ يعني مثلا رقم المشروع شو يهمني؟ رقم الجوين في عندي في المخطط رقم جوين اوبزرفيشن او تيست او انسبكشن. لا هذا اصعب ما يكون. من انت تعطي كلاريتي وتكون واضح وتكون قياسك دقيق اكيوريت اذا انا الباقي كله سهل. الباقي هو اكسبت لو ريجكت. شوف اخوان هنا اذا يقول روح الستاندر او الكود ايضا لاحقا ممكن اغطي لكم شنو الفرق بين الستاندر والكود. بس الكود او الستاندر هنا يقول لي البوروسيتي مقبوله اقل او يساوي رقم معين وشفته هنا بانه اجتازت او عبرت او اقل من. وانا حكتب الجدول اللي بعده اللي هو اكسبت او ريجكت تبعا له. منو اهم جدول اهم كولوم بالتقرير اللي هو يور اوبزرفيشن او يور انسبكشن بارت. هذا هنا الباقي سواء كان رقم جوين رقم مشروع دبليو بي اس ولدر نمبر لا يعني شيء. هذا من السهوله بمكان تقدر تجيبه حتى تقدر تطبعها تبقى ثابته بس تغير شغلات بسيطه بيها. بس هنا لا هذا هو الفحص مالك او لب الفحص في هذا المكان. في هذا المكان هو لب الفحص من اين بدا العيب نسبه الى نقطه مرجعيه داتم لاين اسم العيب طول العيب. اغلب الفحوصات او خلينا نسميها عمليا التقارير تحمل الاتي تحمل هذا اللي موجود. بعض الاحيان قلنا بانه النريتيف ممكن عمليا انشاء يكون التقرير بدون ذني. هذا الانشاء غالبا يكون لاحقا نهايه المشروع او اذا صار فيلر بالمشروع يصير نريتيف. غالبا الفحص المرحلي او خلينا نسميه الستيج انسبكشن بها تقرير بها فورمات جاهزه سواء كان بالرسم او سواء كان ب خلينا نسميها بتقرير بتوضيح اسم العيب طول العيب ونوع العيب اللي موجود. تروح للستاندر والكود ويقول عليه اكسبت او ريجكت. فانا هسه حاليا شبه خلصت على عجاله في البرزنتيشن يعني بصراحه سعيد بكم. فاي واحد شخص عنده سؤال او مداخله ممكن يتداخل بعد اذن الاستاذ اللي هو المشرف. اذا عنده اي شخص يعني مداخله او رساله او وات ايفر ممكن نجاوب عليها بهالكيفيه. استاذ احمد معانا؟ السلام عليكم يعطيك العافيه باشمهندس. الله يبارك فيك. حقيقه معلومات قيمه محاضره رائعه. ممكن اللي عنده اي سؤال يعمل ريز هاند ممكن؟ ممكن انه يرسل لسه لو يسمح لنا بانه عمليا لو يسمح لنا الوقت للاستاذ المشرف على المحاضره يسمح لنا وقت السؤال وجواب او اذا ما يسمح وقت الجواب ممكن نخلي ايميلاتي الشخصيه. هسه بحرسل لكم ايميلاتي الشخصيه على الشات ممكن نتراسل. ما في مشكله ما في مشكله اذا اي حدا اي عنده اي سؤال يسال ما في مشكله ان شاء الله. فاي واحد عنده سؤال اخوان ممكن يتداخل يفتح المايكروفون ويتداخل نحاول نجاوب على اسئلته. ايضا انا حكتب هون يعني ال باشمهندس احمد تفضل ممكن. نعم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. طبعا بالبدايه اشكرك استاذ على هذا المجهود. حياك الله استاذ. أنا أستاذ عندي سؤال دائما يعني يخطر ببالي. العيب هو عيب سواء كان يعني مثلا بوروسيتي أو غيره. ليش حسب اختلاف طريقة الفحص
يختلف معايير القبول والرفض. يعني على سبيل المثال إذا مثلا باراسيتي بالألتراسونيك السماحية حيكون مثلا على سبيل المثال نو سنتيم إلى سنتيمين، بالإكس راي راح تختلف هاي السماحية. أنا هذا الشيء يعني هو العيب، سواء اكتشفته بالألتراسونيك أو بالإكس راي أو بطريقة أخرى، يعني نعم هو معايير القبول والرفض ثابتة باختلاف طريقة الفحص. نعم أنا شو لاحظت أنه العيب تختلف معايير قبوله ورفضه باختلاف طريقة الفحص. يعني أنا هاي النقطة اللي نعم دائما هو عادة يفترض ماكو هيك استاذ احمد، يعني عادة عفوا انه عمليا انت اذا اشتغل على هذا المكان، هذا المكان حيغطي لي ستندر واحد. انتبهوا اخوان، انتبهوا اخوان، نا هذا الستندر او الكود ما يصير كل ساعة اغير بيه، بمعنى انا مو من اغير طريقة الفحص اغير الكود، هو كود واحد جاني، وهذا الكود غالب الامر حيشير لك الى الاتي. ممكن في بعض الاحيان يكتفي فقط في الالتراسونيك ما يشير لك الى راديوغرافيك، لان اثنيناتهم ممكن يؤدون الى نفس النتيجه. الجواب نعم، اكو بيها واحد ديز ادفانتج وادفانتج، جواب ايضا نعم، بكل وحده خصيصه بيها فوائد وعدم فوائد. لذلك هنا عمليا من اني افحص واشوف اختلافات ما يمكن هذا الشيء باي حال من الاحوال. ممكن حضرتك لاحظته، شوف في بعض الاحيان تم في بعض الاستندرات خلينا نسميها تم التحديث او الابجريد للاستندر، ممكن ريفيجن غير ريفيجن اجى ثاني بعده، ممكن زاد او قلل بنسبه معينه. بس انتبه لي، في بعض الاحيان انت عمليا بالراديوغرافيك تعطيك اكيوريت لو الالتراسونيك اكيوريت، خلينا نقول ممكن، بس بالراديوغرافيك ممكن عوامل تاثر على طول منه طول العيب. مثل ممكن اذا تتذكر استاذ احمد بانه بالراديوغرافيك عندي يسموها يعني المنطقه اللي هي تكون تحيط بالعيب اللي موجود بها عندنا، هذه المنطقه ممكن تزداد وتقل تبعا، فممكن داخلين بحساباتهم بانه هذه المنطقه اللي هي يسموها جيومتريك ان شاربنس هذه، او خلينا نسميها اللي ما تعطيني كلاريتي، تصير ضبابيه حول العيب، ممكن ندخلها بالراديوغرافيك ضمنا، فمن خلال الملاحظات او التجربه وجدوا بانه هذه ابستراكت انقصها او اضيفها الى العيب. بس غالب الامر من انه انا بالالتراسونيك عندي 2 ملم، يفترض بالراديوغرافيك عندي 2 ملم، لان اثنيناتهم سب سيرفيس يؤدي لك الى نفس مكان العيب. اعيد، ممكن في بعض انواع الطرق الطريقه نفسها بها نوع من انواع خلينا نسميها النويز، او نوع من انواع خلينا نسميها الذاتيه، انه هي يعني ذاتها موجود هذا الشيء متاصل، انه عمليا ممكن يصير عندي جيومتريك ان شاربنس بالراديوغرافيك، يصير لي هاله او يسميها بانر يعني تحيط لي بالعيب. هذا العيب ممكن انه اضيف الهاله هذه اللي موجوده الى العيب اطرحها، لذلك شوف فروقات. بس غالب الامر انه ما يصير عمليا فروقات اللي موجوده داخل اي عيب. اوكي استاذ احمد، شكرا استاذ، شكرا على التوضيح، حياك الله. اذا اخوان اي سؤال الواحد بعد عنده، انا اشوف هنا الملاحظات بانه عندك تقرير ان شاء الله، انا بس اذا يسمح الاستاذ بانه اشوفكم بعض انواع الطرق خلينا نسميها التقارير او فورمات التقارير هسه بنشوفها. انا اتمنى نشوف نسوي لقاء اخر فقط للتقرير للاهميه، التقرير لازم يكون يحمل بمواصفات اتيه. ايضا هناك بعض الاشخاص يكون ارجو دخول القاعه باسماء واضحه، يعني نشوف الشغلات الفنيه، يعني شغلات فنيه مو فنيه ما اعرف، واتمنى الشغلات المجانيه من عندكم شرف لنا. نعم ان شاء الله يصير يكون مشاركه بالدوره تقدم الاستاذ اتصال كذا. ايضا اكو ارقام ارسلها لبعض الاشخاص، ممكن صوره التقرير مال الفحص نشوفها لو يسمح الوقت. لو سمحت في نوع بخاخ بترشه على اللحام، هذا شنو العيب اللي بيكشفوه؟ يعني اخوان هنا في شخص اخ محمد محلي مهلي، هذا يقول في نوع رشاش، ممكن يقصد على في نوع انواع الرشاش اللي هي السبراي، ممكن عندي ليكويد بنترت، ممكن عندي ماجنتيك بارتيكل تيست، بستخدم بخاخ. ممكن هنا اكتشف العيوب السطحيه شباب، اخ محمد محلي اكتشف العيوب السطحيه، انا قسمت لك بين عيوب او طرق للفحص، ممكن اكتشف العيوب السطحيه والعيوب تحت السطحيه. العيوب السطحيه اللي موجوده ممكن استخدم سوائل نافذه اللي تحمل هذا اللي تقول عليه حضرتك البخاخ او السبراي اللي موجود. ايضا هنا ممكن صوره للتقرير ايضا هسه نشوفها. ايش بارك الله بك استاذ، شكرا جزيلا. طلب تفاصيل من الحضور، نوع شهاده الحضور الاكاديميه بما ان الحضور راس النعناع اسماء دورات.
ايضا ماكو عندي. اذا اخوان عندكم بعد اي سؤال فني الاستاذ المشرف يعني يسمح لنا اذا بيها اي سؤال ممكن تجاوبوا لي، انا ما شفت اغلب التعليقات حاليا. يعني لو نتكلم عن شغلات فنيه ممكن افيدك بيها، باقي الامور ممكن انه الاخوان اللي موجودين ويغطوا لكم اياها. فاي سؤال هسه متاح لك سواء كان انت بالمحاضره او خارج المحاضره، مو شرط انه اي سؤال ممكن اجاوبه لكم. يعني انتظر ان شاء الله الاسئله من عندكم. نشوف نموذج للتقرير شباب. نماذج للتقرير اسوي شير معاكم لها. شوف شباب هذا نموذج من التقرير، إذا تلاحظوا حضراتكم أعمل لك شير. بتلاحظوا شباب شوفوا، لو الأستاذ المشرف عفوا لو بتلاحظه بس جاوبني حتى أتأكد إنه هذا اللي تشوفه حاليا. أيوه تمام ظهر اللي هو الفيجوال انسبكشن. نعم 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 فأخوان نعم الله يبارك فيك سر. هنا الفيجوال انسبكشن الكومباني يحمل الاتي، غالبا انه هيك يكون شكله، غالبا انه يكون هي شكله او باشكال اخرى بس يحمل نفس المضمون. شوف شباب كومباني لوجو، اللوجو هنا شعار الشركه فيجوال انسبكشن ريبورت. الفيجوال قلنا فيجوال لانه واحده من طرق الفحص فيجوال، ممكن هنا ليكويد بينترنت، ماجنتيك بارتكل، راديوغرافيك، التراسونيك، وات ايفر اي طريقه من طرق الفحص، بس هنا فيجوال. ريبورت نمبر ممكن يحمل عده انواع، خلينا نسميها رقم للتقرير نعطي. بيج ممكن عده بيجات، وان اوف كذا. ديت تاريخ يوم التقرير او كتابه التقرير. بروجكت اسم المشروع. دراونج تايتل اسم المكان هذا اللي انت بالدراونج بالمخطط بالرسم الهندسي. اف او خلينا نسميها الفايل نمبر. ايضا عندي الستاندر اللي يغطي العمل. الستاندر اللي يغطي العمل. ولدنج بروسس طريقه اللحام. انتبهوا لي اخوان الولدنج بروسس، انتبهوا لي على كلمه ولدنج بروسس، انه عمليا اني عند الطرق للحام ممكن هذه الطرق ممكن تكون اوتوماتيك سيمي اوتوماتيك ممكن تكون مانيوال. انتبه لي المانيوال يشترك فيها الستيك وولد او السماو او اللي نسميها الام ام اي لحام الاعتيادي، ممكن يشترك بها معها التيك وولد هذا المانيوال. السيمي اوتوماتيك ممكن خلينا نسميها الميج والماج، وممكن ايضا عندي الساو، وممكن فول اوتوماتيك بالروبوت. الروبوت شايفين الروبوت هو يقوم بعمليه اللحام حتى يتجنب الاخطاء ويقلل وقت العمل. الروبوت ايضا يعتبر الفول اوتوماتيك. لذلك هنا طريقه اللحام بس كل المبدا واحد، اتوميك كلينلينس هاي المهمه، اتوميك كلوزنس ايضا لاحقا ممكن نغطي عمليه ولدنج بروسيس. دبليو بي اس نمبر، كلمه دبليو بي اس ولدنج بروسيجر سبيسيفيكيشن في العربي خطوات اجراء اللحام. لو بتشوفون هاي الكلمه خطوات اجراء اللحام، رقم ال دبليو بي اس تكتبه. ان دي تي بلان نمبر، في كل ان دي تي بي في عندي بلان او تيست بلان، نكتب رقم هذه الان دي تي بلان نمبر مال الفيجوال. وولد ماب نمبر، ايضا ممكن بالولد ماب نمبر ممكن بنخلي عمليا وين مكان هذا الجزء. الماتيريال اللي مستخدمه، الماتيريال اللي مستخدمه شباب ممكن انه انا اكتب الومنيوم، كربون ستيل، مايلد ستيل، وات ايفر. منين اجيبها؟ اجيبها من خلينا نسميها من عمليه من الدوكيومنتس مال المشروع. ايضا بيفور ويلدنج، هنا انتبه لي انا الفحص مالتي بيفور لو ديورنج لو افتر ويلدنج، يعني قبل اللحام، اثناء اللحام، لو بعد اللحام. الجواب ثلاثتين، قبل ما الحم، اثناء اللحام افحص، بعد اللحام افحص. قبل اللحام شو افحص؟ الفتب. انتبه لي اخوان، قبل ما الحم الجوين في مشاكل، في نظيف، الانجل اوف بريبريشن عدله، خلينا نسميها بزاويه محدده من ضمن الدروينجز، خلينا نسميها الجاب اللي موجود، الفتب. عمليا هنا من يريد يربط قطعه بقطعه قبل اللحام يسوي تاج ويلد او يسوي كلامبنج، لا يخلي فد كلامبات تبعد وتقرب وتحدد لي مكان الجاب. لا لازم مو تاتش لاحقا نشرحها، نا مو تاتش اكو عندي جاب 2 ملي او من 1.8 الى 2.5 ملي الى 4 ملي ممكن الاستندرات هذا، اخلي هنا جوينت لازم هذا افحص. ما عندي مشاكل، ما عندي هاي لو، ما عندي ديفكس، ما عندي خلينا نسميها اي
خلينا نسميها ديفكت، سواء كان هامر ماركس، سواء كان يعني تاج وولد كان جيد، وهكذا. هذني لازم ان يكون مضبوطات. فلذلك الفيت اب هل هو اكسبت لو ريجكت؟ لو بتلاحظون هنا الفيت اب شباب، هاي الكلمه هنا تشوفوها، الفيت اب هل هو جيد ام سيء، او مقبول او مرفوض، ممكن تقبله او ترفضه. بافلينج، ما معنى البافلينج؟ انه هاي الزاويه تدعى بالبافلينج شباب، هاي الزاويه، هاي الزاويه تدعى بالبافلينج او الشنفره. في اي بلد انتم موجود ممكن تحمل اسم شنفره، شنفرنج ايضا بالانجليزي، بافلينج، وهكذا. انه اخلي انجل، شنو فائده الانجل شباب؟ اكتبوا لي فائده الانجل اللي موجود حتى السلك يوصل الى منطقه الروت. اذروايز لو كان جوين بهالكيفيه، لو كان جوين بهالكيفيه السلك ما يوصل الى هذا المكان، فيصير عندي لاك اوف فيوجن هنا. فلازم اسوي شنفره، احفر هاي المكان، ازيله حتى السلك يوصل وين؟ يوصل الى منطقه الروت ويصل لياه. واضح؟ فانا عندي اني البابلنج لازم اسويه، هل هو مقبول او مرفوض؟ تبعا لايش؟ تبعا للزاويه مالته، تبعا للجاب، تبع الروت فيس، تبع الروت خلينا نسميها جاب، وهكذا. هذني كلهن اخليهن. ايضا عندي في التقرير في الاسفل ممكن انه الفيجوال وودنج انسبكشن، لو تشوف الجدول على اليسار او الليفت هاند سايد، نمبر اول عيب لقيته الولد نمبر لهذا العيب، شو هو رقم اللحام؟ نكتب رقم اللحام موجود وين؟ رقم اللحام في المخططات تبع المشروع او التيست بلان. وولدر نمبر رقم اللحام، كل لحام يحمل وولدر نمبر. انتبهوا لي اخوان، لو هذا اللحام او الولدر اللي موجود بيعمل عيوب، بيعمل عيوب موجوده هنا اكثر من قيمه معينه، هذا ريجكت مرفوض. لو هذا اللحام عمل حسب يعني الازمي او الامريكان سوسايتي فور ميكانيكال انجينير الازمي كود او ستاندر اكثر او اقل من قيمه جوينت، ريجكتد يعني مرفوض ريبير، يستبعد هذا اللحام. لذلك لازم اكتب رقم اللحام لان يعني عمليا نعرف منه اللي يسوي الخطا. انا اريد لك كواليتي كفاحص جيد 100%، اهم شخص بالكواليتي هو اللحام او اللحيم. الديفكتس اللي موجوده هذا اللي قلت لكم عليه شباب، تشوف كلمه ديفكتس، لو بتشوفون كلمه ديفكتس موجوده هنا، هذه الديفكتس هي هنا من اين بدا العيب، اسم العيب، طول العيب. لو بتشوفون حضراتكم على هنا من اين في هذا الحقل في الديفكت، من اين بدا العيب نسبه الى نقطه مرجعيه، سبوز انه هاي على البوب هو 0 بوينت كلوك وايز نمشي، ولقينا انه بدا العيب عند 200 ملي. سبوز هاي كمثال انه 200 بدا العيب، اسم العيب بوروسيتي، طول البوروسيتي 2.5. فهذا نروح للستاندر، هل هو اكسبت ام هل هو شنو؟ ام هل هو ريجكت؟ بعض الستاندر ممكن يقول لي بانه اذا كان العيب نوعه كذا بطول كذا فهو مرفوض. نفس العيب اذا كان هذا العيب بطول كذا بنوع كذا، انتبهوا لي، حتلقون في الستاندر او الكود كلمه regardless of its length. ما معنى بالعربي regardless of its length؟ بغض النظر عن طول العيب هو ريجكت، بمعنى عندي الكراكت او البلانر ديفكتس هي كانت من ليم ولا كانت 10 كيلو متر هي ريجكت. الكراك ارفضه ليه؟ يعني يسوي لي ريدكشن بالعمر الجزء، يخفض لي عمر الجزء، لذلك انا ما اسمح باي كراك. اكسبت لو ريجكت افتر ريبير، هنا الريبير من تقول ريجكت شباب خرج خارج السماح، اذا واجب الريبير. ما معنى كلمه ريبير؟ التصليح. تصليح اجيب احفره اسوي كسكافيشن واجي اترس لحام بالموجود، هذا اترس في عمليه اللحام اللي موجود سواء. فافتر ريبير هل هو ريجكت لو اكسبت؟ والكومنت اللي هي تعليقك انت بانه هذا يعني تم اجراء وفق الدبليو بي اس، وفق التيست ان دي تي تيست بلان، ام هل هذا المختصرات مال العيوب ذني مثل ما مر علينا كلمه بوروسيتي بي، او ممكن تلقاها في اسفل في الكومنت ايضا في عندك حقل في اسفل التقرير. اكتبوا لي اخوان هنا لازم يكون خطك واضح، خط واضح بكتابه التقرير، ما يكون صاعد نازل ووسخ، لان هذا وثيقه مهمه من وثائق المشروع اللي ممكن تبقى اكثر من عمرك انت. ايضا هنا الكومنتس اللي انت طبعا هاي هنا الاول ملاحظتك الاولى الثانيه الثالثه الى 15، ممكن ماكو عيب، ممكن السؤال بانه القى عيب بس هو اكسبت، جواب شنو؟ ممكن يعني 200 ملم بوروسيتي 1 ملم،
الستاندر سمح لي اذا اقل من اثنين مسموح مثلا على البروستي على سبيل المثال، فهو اكسبت نت ما اسوي له ريبير. لذلك انا اكتب العيوب سواء كانت المرفوضه والمقبوله توجذر. نا لازم اكتب هذني كلهن الكومنتس اني تعليقاتي اللي موجوده، كونتراكت الكونتراكتر او الكيو سي مانجر نا يوقع، ثيرد بارد انسبكتر تشوف تي بي اي، ثيرد بارد انسبكتر ممكن يجي الكلاينت اللي هو صاحب او المستفيد او الاند يوزر المستخدم النهائي هو هنا شباب في هذا المكان ممكن عمليا ايضا يوقع ساين والديت، ساين والديت. اهم شخص انت اللي كتبت التقرير لازم توقع، ممكن توقيعك يكون عن طريق ختم لك خاص. انتبهوا يا اخوان الاي اس ان تي سي سوب والسي دبليو بي او اي طريقه هي تقدر ترسل لك بعد ما تاخذ شهادتهم او الاي دبليو اس طبعا ترسم لك الختم، ختمك يحمل اسمك ليفلك ورقم. انتبهوا لي كل واحد شخص فاحص يحمل شهاده دوليه بالفحص برقم، هذا الرقم يشار بالتقرير بانه الفاحص كذا كذا رقم الختم او رقم شهادته كذا، فكل واحد ممكن انه يجيب يختم ختم هنا يكتب يوقع توقيع لايف بالخط بالايد ديت يعطي اذا ثيرد بارد انسبكتر. ما معنى اخوان ثيرد بارد انسبكتر؟ في بعض الاحيان يطلب الكلاينت، شوف انتبهوا لي، لو انت صاحب مشروع وهذا المشروع كلفك مليار دولار وجبت شخص ده يعمل كونتراكت يعمل لك هذا المشروع بايب لاين خزان وات ايفر، انت تريد تضمن المشروع مالك خالي من العيوب، فتجيب شخص لا هو يشتغل معك ولا هو يشتغل مع مين، مع الكونتراكتر، جيب شخص ثالث بعيد يعني بجهه ثالثه ماكو رابط بيناتكم، فحيجري الفحص، هذا يجري الفحص يشوف وياك ممكن هذا الثيرد بارت دائما متواجد بالعمل، جواب نعم، من تعطي التقرير مالك هو هم سوى نزل فاحص ما يعني اقصد يعني عند الكادر ماله نزل فاحصين بالعمل وياك، فحيصير توافقات. ما معنى كلمه توافقات؟ لانه هو هنا انت قلت عندي براستي 2 ملي يبعد عن 200 على سبيل المثال، هو ايدك او لا؟ في حاله ايدك ووقع وختم فانت بالسيف سايد صح؟ في حاله ما ايدك فما تكتبوها الى ان توصلون فيربالي شفهيا او ممكن توصلون باجتماع بانه الى يا صيغه تقدرون توصلون الى انه اثنيناتكم تتوحدون بها حتى توقعون اثنيناتكم، فهو يعتبر ثيرد بارد انسبكتر. الكلاينت ايضا يريد يضمن بانه الجهه عفوا القطعه هذه تم فحصها بصوره كفؤه وصحيحه، فايضا حيجيب عاملين او مهندسين او فاحصين، يعني الكلاينت هو صارف مليار دولار على سبيل المثال اقصد الاند يوزر، هنا ما تعني له شيء يجيب فاحص ب 2000 دولار بالشهر مع ذولا، هذا الفاحص مال الكلاينت يشتغل بوحده. ممكن يأيد يوقع بالتقرير ممكن، وممكن يسوي تقرير خاص للكلاينت دايركت، ما له علاقة بذولا. ما له علاقة بذولا هنا، أيضاً في بعض الأحيان يصير توافقات ثلاثتهم يوقعون، تم الفحص، تم كتابة التقرير، أيضاً نعيد، أتجنب أكتب بالكومنت، هنا بالكومنت مثل ما علمتكم قبل شوية، بأنه أني شفت، أني تدربت، أني، إحنا، وي، يو، أي، أتجنب هذا كله ما أكتبه. لذلك دائما لا تستخدم ضمير، اكتب اللي أنت شفته فقط. There is بس ابدي من الكلام مالك there is like scratch, there is like porosity, there is like خلينا نسميها hammer mark, there is like arc streak, whatever أي شيء أنت اللي تشوفه بدون ما تشير إلى نفسك، بدون ما تشير إلى نفسك. هذا واحد من التقارير، ممكن نشير إلى تقرير آخر، شكل آخر، نوع آخر من التقارير شباب. ايضا هنا عندنا نوع اخر من التقارير، ممكن هذه اسمعوني شباب؟ سامعينك باشمهندس معك. نعم نعم، ممكن ايضا صنف اخر او شكل اخر للتقارير شباب، ممكن نشوف هذا السي سوب، ايضا السي سوب عندهم طريقه اخرى مو حقول مثل ما انت شفت هسه حاليا. يعني مو كحقل اقصد بها كحقل تترسه، وانما ترسم رسم. ايضا الاشخاص ادعوكم لان تاخذون السيسوب، السيسوب مقبوله بالخليج سعوديه وامارات، وايضا ادعوكم لان تاخذ الاي دبليو اس كفاحص، وايضا الاي اس ان تي ان دي تي كلها ممكن تاخذها، حتى وان كان تروح شباب بانه تاخذ هاي الشهاده اللي انا ذكرتها مباشره تمتحن، ادخل ممكن دوره انا اوضح لك بها، انا كنت محاضر اعوذ بالله من كلمه انا اكره اشير الى نفسي.
بس كنت كمحاضر للسي سو بالعراق اللي موجود، يعني كمحاضر خلينا نسميها من التي دبليو اي سابقا فورمر قبل ما اجي هنا لكندا. فهسه ممكن انه انا سواء كان سي سو اي دبليو اس، وايضا عندي اللي هي الاي اس ان تي، ممكن كلها نسوي عمليه ريفيو. ايضا نموذج اخر شباب من السي سو، لو تلاحظ ايضا حسوي لك شير سكرين معها لو بتشوفوها شباب اخوان. لو بتشوفوها هنا امامكم هنا عندي بالسي سو اللي هي قلنا الشهاده من يو كي من بريطانيا، هنا النيم لو تشوفوها شباب، نيم اسم الفاحص خلينا نسميه سيجنتشر توقيعه، تيست بيس ايدنتيفيكيشن كل قطعه بها رقم، الكود او السبيسيفيكيشن يوزد شنو رقمه، ويلدنج بروسيس طريقه اللحام تيج ميج اس اس ام اي دبليو او سماو او اللي هي الام ام اي او ساو، عندي ليزر، عندي الكترونيك الكتروسلاج، عندي هواي طرق من اللحام كثيره جدا. جوين تايب، انتبهوا يا اخوان، جوين تايب ممكن يكون حسب رسمه، حسب شنو؟ حسب رسمه. ما معنى حسب رسمه؟ انه عمليه جوين تايب هذا يا حرف بالانجليزي في، فممكن انه اسوي جوين اسمه في جوين، في جوين اوكي. هنا يا حرف بالانجليزي يو، وممكن اسوي يو جوين، يو جوين. وعندي مثلا جي، جي، فايضا ممكن هنا جي جوين يكون بهالكيفيه وهكذا. انا عندي سكوير جوين، سكوير انه بدون شامفرنج او بدون بريبريشن. فذن تختلفت الطرق هنا لاسماء الجوين، ممكن جوين يدعى تختلف اسم الجوين عن اسم اللحام، ممكن انه يكون الجوين بط، بط جوينت، ممكن اللحام بعدين يكون مثل هذا بط، يعني كلمه هذه بط جوينت بط ويلد، بط جوينت بط ويلد، يعني النهايه كلمه بط يعني نهايه القطعه مع نهايه القطعه، بط جوينت بط ويلد. فلذلك هنا شباب تختلف اسماء الجوينات، جوين تايب، هلا انه اني نوع جوين. ويلدنج بوزيشن، ما معنى ويلدنج بوزيشن اخوان؟ أنا عندي welding position بالحسب الستاندر الأمريكي من 1G to 6G بالجروف، كلمة G جروف يعني شنو؟ خدود مثل هذا، من 1G إلى 6G، 1G flat، 2G horizontal، 3G vertical، 4G overhead، 5G horizontal باي 6G inclined باي 45 درجة. وعندي ممكن تكون بالفلت ويلز من 1F الى 4F اللي هي الفلت ويلز. ممكن عندي في التصنيف البريطاني PA position A position B position C position E position F position J position G هي عفوا اخرى PA. فلذلك هذا welding position، وضعيه اللحام اللي موجود اللي انت تستخدمه، length and thickness of blade ايش قد طول القطعه اللي انت تستخدمها وش قد السمكه، يا اما توجدها واقع حال باستخدام الفيرنير، تعرفوا الفيرنير اللي هي الكاليبر، او ممكن الميكروميتر او وسيله القياس. اتجنب اقيس السمك بالمسطره او اتجنب اقيسه بال خلينا نسميها الميتر، شو بتسموه الميتر، ما 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 تعطيني دقيق، لازم اقيسه يا اما بطريقه الميكروميتر او الكاليبر اللي هي الفيرنير، او ممكن بالالتراسونيك يعطيني السمك اللي موجود، اتجنب اقيس المسطره او نسميها بالميتر السمك. ايضا لازم كاليبر. فهنا شوف اخوان، هنا عندي افترض بانه القطعه من اي انا دا افحصها الى بي، مو بهالكيفيه. يعني صور شوف شباب، بانه عندي القطعه هنا هذا خزان، جزء من بليد خزان، فهاي اي نقطه اي وهاي بي، خلينا نقول 2 مترز. فمن اي الى بي ايش لقيت؟ بنفس الكلام هنا لو بتشوف هذا خط لحام، بتشوفوه شباب الماوس تبعي، هذا خط اللحام، ممكن من اي الى بي. هنا لقيت هنا يبعد من الداتم لاين، لو بتشوف هذا الكلمه داتم لاين، يبعد اخلي المسطره او الفيتا او وات ايفر اللي هي الميتر، اقيس منها من اين بدا العيب،
نفترض بأنه بدأ العيب من 10 سنتي أو 10 ملي من هنا، طول العيب بخلي طول العيب هنا محددات في الرسم هنا واكتب اسم العيب. فلذلك أيضا نفس الشيء رجعنا إلى اسم طول العيب، من أين بدأ العيب، اسم العيب، طول العيب. أيضا ذول الثلاثي أيضا في أي تقرير هو موجود نفسه، من أين بدأ العيب نسبة إلى نقطة مرجعية من الداتم لاين من يسار القطعة، اسم العيب، طول العيب. لذلك هذه واحدة من الطرق خلينا نسميها أنه بالسيسوب يكتب التقرير سواء كان بالامتحان أو بواقع الحال. السيسوب هي بريطانية، في بريطانيا ما يكتبوا جدول، بيعملوا زي هيك. ممكن أنت بتسوي الاثنين مع بعض، جدول مع توضيح لهذا المكان اللي موجود عندك في التقرير، ممكن اثنيناتهم اللي تكون بهالكيفية. أيضا نوع آخر من اللي هو شباب، نوع آخر من اللي هو البريطاني أو العفو الكندي، الكنديين هنا عندهم يعني طريقة لكتابة التقرير، كتابة التقرير بيعطي زي تشيك ليست. ما معنى تشيك ليست؟ لو بتشوفوها حضراتكم هنا تشيك ليست إنه بس شير سكرين. لو بتشوفوها واضحة واضحة. نعم، هنا أخوان بالوولدينج بالكنديان وولدينج بيرو المعتمد كأنما تشيك ليست. أيضا فيجوال انسبكشن ريبورت، كومباني لوجو، الكلاينت اسم الشخص المستفيد، كونتراكت المقاول، سبيسيفيكيشن، ديت، بيج نمبر أوف كذا، ريبورت نفس اللي تكلمنا به، أبليكابل كود يا كود يستخدم هنا، drawing number رقم المخطط، part number رقم الجزء، area أو grid line ممكن أن يكون area أو grid line، inspection date وقت التاريخ الفحص، material المستخدمة سواء كان base metal اللي موجود. هناك checklist الكنديين هنا ما معنى checklist، قل لي yes or no or others، بمعنى هل الفابريكيترز qualify؟ يعني شنو معنى الفابريكيتر qualify؟ نا في كندا أي شخص يعمل لازم يحمل شهادة، ماكو مباشرة. يعني في بلداننا العربية ممكن، يعني عذرا للكلام، بس ممكن هو بيكون مصلح عربيات بس عنده مهنة أخرى، هو فابريكيتر تبع نابيب، شو المشكلة؟ نا ماكو هيك، يعني لازم يروح يخضع إلى دورة ويحصل على شهادة فابريكيتر. فهل الفابريكيتر qualified أو qualification certified حسب CWB؟ Yes لو no، Yes صح، No غلط، وهكذا. Welder's qualification هل اللحام مؤهل؟ Welding procedure هل هو ضمن ال approved مال CWB اللي هو Canadian Welding Bureau؟ Approved welding procedure available، إنه أنا عندي إثبات أو برهان إنه هذا يعني تم خلينا نسميه مصادقة عليه. Approved details drawings available yes or no. Material identified conforms to specification. شنو معنى الماتيريال ايدنتيفايد؟ اللي بالاختصاص اللي دي سمعوني بنوع من انواع التشيك للمعدن. شوف اخوان، انا جبت المعدن من سبلايرز، انا لازم المعدن على سبيل المثال على حسب الدين الالماني بانه يقول ستيل 37 حسب الدين افتراض، او الاي اس تي ام ستيل 36 مثلا او 258، من يضمن بانه هذا المعدن اللي جابه السبلاير هو حسب هذا المواصفات؟ فاكو نوع من انواع الفحوصات يسموه بوزيتيف ماتيريال ايدنتيفيكيشن البي ام اي. اجيب جهاز صغير محمول يحمل اكس راي، حسب التحليل الطيفي للمعدن يعطيني شنو النسب. احنا هنا اتفقنا على انه الحديد او اللي موجود يحمل نسبه حديد مثلا كذا بالمية، يحمل نسبه نيكل عناصر متسابكه، يحمل كروم، يحمل مثلا فانديوم، وهكذا. لأن العناصر المتسابقة لازم تكون قريبة أو خلينا نسميها تكون صحيحة. لذلك السبلاير من يقول بأنه طانية صح، أجيب البي أم آي أو البوزيتيف ماتيريال خلينا نسميها ايدنتيفيكيشن، ويعطيني هذا الجهاز بالتحليل الطيفي لكل معدن من ينزل عليه أشعة إكس يعطي طول موجي معين، ولذلك أقدر أعرف التحليل الكيميائي للقطعة من يجيبها السبلاير. لذلك هنا ده يقصد بها هل هي Approved drawing available، لا عفوا، Material identification بتشوف Material identified conforms to specification yes or no. Weld preparation is fit up conforms approved details، نعم فلتر كله أغلبه، بأنه الفيلر ميتلز سلك اللحام، الفلاكسز المستخدمة باللحام، أيضا Shielded gases ممكن غازات استخدمها سواء CO2 أو سواء أرغون،
وكل ذن الامور اللي موجوده ممكن يس اور نو. هنا حتجي الجزء اللي احنا قلنا به شباب، هنا الفاريشن اغلب هنا يعني كتشيك ليست اي او لا، اي او لا. انت سويت الفحص ضمن الاندي تي؟ نعم. عفوا ضمن الطريقه مال التيست بلان؟ نعم. سويت مثلا بوست وولد هي تريتمنت؟ نعم ولا وهكذا. تشيك ليست هنا الفاريشنز اللي هي نقصد هنا من عيد بدل العيب، بسم الله يطول العيب، انه انا لقيت بالجوين الكذا في عندي فاريشن كذا 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 اكتبه. وايضا مثل ما تعلمنا اتجنب اقول اي وي يو، او انا يعني من المشروع السابق هيجي كان يسوون، او انا رؤيتي للموضوع. ممنوع تذكر هذا الكلام، رؤيتك للموضوع لا تعني شيء. الريماركس ملاحظاتك اللي موجوده، ديت اوف ريبورت سبميتد، نيم اوف انسبكتور، ليفلز مالتك او خلينا نسميها الريجوليشن نمبر رقمك، نيم اوف سوبرفايزر اذا كان موجود سوبرفايزر، والليفل مال سوبرفايزرز اللي موجود. بس حاليا اخوان يعني غطينا على عجاله، لاحقا بالعمل نجيب ان شاء الله يعني قطع، هاي القطع ملحومه، ونسوي عمليه اجراء ستيب باي ستيب مطول، ممكن ياخذ اكثر من 3 ساعات 4 ستيب باي ستيب. شلون نكتب التقرير؟ شوف شباب اخوان، يعني سابقا احنا من كنا تعلمنا بالبدايه انه عمليا لقينا صعوبه كيف نحصل على واحد شخص يقودنا الى كتابه التقرير، فنوعا ما صعوبه. لذلك انا احاول قدر المستطاع، لان هذا لب اختصاصك. شوف شباب، اذا انت كفو واذا انت شخص تحمل وايد نولج وما تعرف تكتب تقرير فانت مو فاحص. تقرير مهم جدا اثناء عمليه كتابه اللي نسميها او كدوكيومنت تخص لك. ايضا المره الاخيره شباب قبل ما ننهي لقاءنا يعني مع حضراتكم، انه اي سؤال فني احاول اجاوبه لكم يعني بقدر المستطاع. وبارك الله بكم على الحضور ان شاء الله في هذا اللقاء الاول، ان شاء الله نلتقي لاحقا في لقاءات اخرى مثمره فنيا اكثر ان شاء الله، بوجود اجهزه، بوجود معدات اللي انا اسميها نستخدمها في عمليه اجراء الفحص. فانا انتظر من عندكم اذا كان اي سؤال من حضراتكم. ايضا الشخص احمد جبار يقول البوزيتيف ماتيريال ايدنتيفيكيشن، نعم البي ام اي حكينا عليه. الله يعطيك العافيه، الله يعافيكم اخوان، شكرا جزيلا. يعني اي سؤال فني لو بتقدر تتكلم، سامعينك استاذ يمكن مشارك. ايضا اخوان اي سؤال فني ممكن تتطرق له. ايضا هذا ايميل الشخصي لو يسمح الاستاذ المشرف على الدوره، لو حابين اي سؤال تساله لاحقا يعني ايميل الشخصي حكيت به هسه حاليا micron.ndt@gmail.com. هذا ايميل الشخصي، والاخوان ايضا في المعهد تبعنا انه دخلوا وياكم طاقم ارقام ممكن تستفاد منهم. هذا micron@gmail.com. هذا ماكو سبيس، يعني على قولة السعوديين تسردها سرد، micron.ndt@gmail.com. ممكن انه نتشارك في اي اللي نسميها اي حوار اخر ان شاء الله. لقاءنا هذا الاول بس ما يكون الاخير يعني بعد اذن الاستاذ المشرف، ان شاء الله بيكون لقاءات كثيره ان شاء الله. اذا ماكم سؤال ماكم سؤال فنشرف بلقائكم اخوان، يعني ان شاء الله في هذا العجاله من الوقت بشرح بعض التفاصيل. الله خير باشمهندس، في سؤال بالشات بسأل تأثير نوعية السلك على جودة الحام. نعم، احنا قلنا اخوان بانه سلك اللحام لازم يكون مشابه على الاقل او قريب من الكيميكال كومبوزيشن. يأثر تأثير يعني كبير جدا. شوف بعض الاحيان، شوف الاسلاك عندي انواع شباب حسب تصنيف اسلاك اللحام. في عندي انا ممكن انه يحمل ترميز سلك اللحام، هذا الترميز يجوز فاميليار ويانته، مثلا على سبيل المثال E7018 او E7010 او E6013. هذا هنا نعرف هذه هنا كلمه E بمعنى الكترود، هذا الرقم هو تنسال سترينث، هذا ايش قد تتحمله. اذا تجيب غير سلك يعني افترض، شوف شباب اخوان المصمم من يصمم بيعرف التنسال سترينث لو ما بيعرفوا هنا للمعدن التنسال سترينث يعرفوا، فمن يعرفه لازم يجيب سلك مشابه لقيمه التنسال. شلون يعرف المصمم؟ من خلال الديستركتيف تيست،
بيجيب العينه بيسحبها بيشدها وبتفشل، فهيطلع عنده الكيرف، كيرف اللي هو الالتيميت تنسال سترينث واليلد بوينت او اليلد ستريس، فهيعرف بانه المصمم كيف جهاد الشد، مقدار جهاد الشد على ضوء يحدد سلك اللحام. وهذا هنا ممكن يكون هذا رقم 60 70 80 90 ممكن يكون 50 وهكذا. هنا عندي رقم الديجيت هذا انه يكون والدنج بوزيشن، هو يحمل شغلات بس واحد من اهمه انه الوالدنج بوزيشن، اذا تشوف رقم واحد بالسلك فهو اول بوزيشن، كل وضعيات اللحام سواء كان فلات سواء كان هوريزونتال فيرتيكال او اوفر هيد او 6 جي. هنا الارقام اللي موجوده انتبه لي، هاي الكيميكال كومبوزيشن مال السلك. على سبيل المثال رقم 3 يعتبر اسمه روتايل، روتايل يحتوي على مادة مالته اللي هو التايتانيوم أو يحتوي على معدن التايتانيوم كروتايلز، نالي موجود 8 بيسكس الكترود حسب. طبعا الروتايلز اسم بريطاني، الأمريكان بيكتبون رقم، البريطانيين اسم بي آر. نا بيسك، البيسك يحتوي على كالسيوم كاربونيت، كالسيوم كاربونيت، هذا الكالسيوم كاربونيت هو المادة الرئيسية للسلاج، سيليك بي سلاج. الزيرو هو خلينا نسميه اللي هو يعني الروتايل البيسك، والسيليلوزيك، السيليلوزيك، السيليلوزيك ايضا هنا يحتوي على مواد اورجانيك عضويه، لذلك هنا السلك اذا ما اختاريته بصوره صحيحه، طبعا انتبهوا لي السلك هو مو انت تختاره، هو يجيك جاهز يعني بالدوكيومنت مال المشروع يا سلك، بس انت اذا تشتغل في العمل انت اقصد في بيتك في ورشتك، سلك اللحام اسهل واحد باللحام 6010 و 6010 يجي بعده 6013 اسهل، اذا مو يعني اقصد مو كرفرنس مو كبروجكت مو كمشروع انابيب ومواسير وخزانات وهلم ذلك. اذا انت تشتغل لبيتك انت في ورشتك ويجيك عمل فعندك خيارين، اسهل انواع اسلاك 60 10 و 60 13 ممكن تلحم بيهم اثنينات، هذا يعني نون اوفيشال خلينا نسميها، انت تريد تعمل عمل هذول سهل اللحام سريع اللحام والديفكت اللي تطلع قليله، باقي لهاي انت يشير لك بانه البروسيجر او العمل الستاندر يقول لك بانه يا سلك تستخدم انت، ممنوع انت تقول يا اخوان اذا تسمعوني صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ممنوع منعا باتن تجتهد انت باختيار اي شيء، ممنوع تختار سلك، ممنوع تغير القطر، لان لاحقا ندخل بدوره معاكم ان شاء الله عن الدبليو بي اس، الدبليو بي اس اكو شغلات اسينشال وكن انا اسينشال وسبلمنتري. الاسينشال واحد من عنده هو نوع السلك، ممنوع تتغير اي شيء. الفاحص هو فلور، ما معنى فلور؟ تابع المن للدوكيومنتس، تابع للبروسيجرات، ممنوع تسوي اي شيء، بس انت كشخص تريد انت تعمل ورشتك الخاصه عملك الخاص، دول اسهل سلكين بالتصنيف خلينا نسميها الامريكي او حسب الاي دبليو اس الامريكي الامريكان هولدنج سوسايتي سوى التصنيف للاسلاك يحمل 4 ديجيتس، البريطاني يحمل كلمة، بمعنى شنو كلمة؟ على سبيل المثال البريطاني هيك تصنيفه على سبيل المثال 49 R بمعنى روتايل، هذا التنسال سترينث بال يعني بال ايضا تنسال هذا بي اس اي، هذا هنا خلينا نسميه الميجا باسكال. لذلك عمليا انت ممنوع تختار سلك الا اذا انت تشتغل الك لبيتك، فعندك تختار ممكن يعني. اكو سؤال اخر شباب؟ سؤال آخر بقول كيف نحسب قابلية المعدن للحام؟ كيف نحسب قابلية المعدن للحام؟ احنا ايضا نتكلم اخوان هذا السؤال، اذا انت تريد كمعلومة نعم اعطيك اياها، بس اذا انت تريد تدخل رأيك او اجتهادك بالعمل نو. كرر السؤال عفوا استاذ. كيف نحسب قابلية المعدن للحام واذا في مواصفة في هذا الشيء؟ نعم هنا القطعة هذه اللي موجودة في أسوي لها فحوصات ديستراكتيف، أشوف الهاردنس، أشوف التنسايل، أشوف التفنس تيست تحملها، بناء على هذه العوامل أنه أحدد نوع السلك المناسب. بمعنى أنا اتفقنا بأنه في بعض أنواع الأسلاك
تحتوي على نسبة خلينا نسميها لو كربون، إذا كان عندي كروميوم مثل الستلستيل أو أضيف لها نيكل بعض الأسلاك، إنه النيكل أحتاجه خصوصا في إذا كان عندي الفيرايت نمبر عندي في الستلستيل عالي أو منخفض، بعض الأحيان الكربون. لذلك هنا المعدن هو الجايد مالك للسلك، المعدن الرئيس هو الجايد مالك كمصمم، كملاحظة عامة أعيد للأهمية، لا يجوز الاجتهاد بأي حال من الأحوال من قبل الفاحص بالعمل. ما تبدي رأيك سلك كذا يناسب كذا، لا، إحنا المصمم كاتبه كدوكيومنت المشروع كاتبه بأنه يا سلك، بس أنت كمعلومة كنولجي لك بأنه هذا المعدن هو جايد لنوع السلك، المعدن هو جايد لنوع السلك من خلال منه التنسايل، من خلال الكومبوننت أو خلينا نسميه الكيميكال كومبوننت. سؤال بعد آخر شباب؟ آخر سؤال بس مهندس أسامة بسأل، كيف يتم فحص اللحام تحت الماء؟ تحت الماء أيضا، نعم تحت الماء شباب، في عملية أسلاك خاصة وفحص خاص. شوف بعض أنواع الفحوصات، إحنا قلنا الفحوصات تجرى أخوان الشباب تجرى على الآتي، ممكن سب سيرفيس وسيرفيس، لازم أضمن أنه ما عندي عيوب بالسطح، ما عندي عيوب بالسطح الشخص الدايفرز، أو ممكن أنه أرسل في المركبة يعني ريموت، عن طريق ريموت أرسلها تغوص بيها بروجيكتر لايت. انتبهوا لي إخوان، سواء كان ريموت تيست فيجوال تيست أو سواء كان دايركت تيست، لازم عندي نسبة إنارة، نسبة الإنارة شدة الإنارة هنسميها مينيموم ألف لوكس. لوكس هي وحدة إنارة، وحدة الإضاءة، لوكس 100,000 لوكس، أو بعض الأحيان يسموها يعني اللي هي الفوت كاندل FTC اللي هي 10 من فوق، يعني بمعنى 100 فوت كاندل. لازم عندي نسبة إنارة كافية، بدون نسبة إنارة ما تقدر تشوف. واحد، فممكن أنه أرسل يعني مركبة VR اسمها، أو ممكن يعني غواص يدخل ويرسل بفحوصات، عفوا يخلي إنارة في الخوذة تبعه ويجرى عملية الفحص الفيجوال، ممكن يسوي للفيجوال MT أو RT، ممكن عفوا يسوي له يعني MT مو RT، MT أو BT، ممكن أكو في بعض الأحيان الMT ممكن يستخدموه البرادة اللي موجودة في مواد سلري اللي تكون زي الرائب، مواد سميكة بيخليها مباشرة وبيجرى عملية الفحص. هذا واحد، ممكن بيستخدم الMT بس ما يستخدم خلينا نسميها البرادة، يستخدم اللي يسموها يعتبروها الMFL أو الماجنتيك فلاكس ليكج، إنه أخلي بروب وأشوف بأنه عندي عيوب أو لا. هاي اثنين، لو بستخدم ألتراسونيك أو راديوغرافيك ممكن عمليا أيضا بطرق معينة، ممكن تكون استخدمها طرق خاصة سبيشال تلائم تحت الماء، سواء كان الأملاح أو سواء كان ضغط تحت الماء أو سواء كان أيضا ملائمتها للفحص. أتجنب، انتبهوا لي إخوان، إذا أفحص أمتي بالأندر ووتر أتجنب أنه أستخدم تيار كهربائي أي سي، لأن صاعق فأستخدم إلى دي سي، دي سي تكون بطارية محمولة مع الغواص، وأيضا يفحص بها الفحوصات اللي تتم عن طريق هذا الفحص ويشيك العيوبات. أيضا مواد خاصة special material تستخدم في أندر ووتر، وأيضا ممكن أنه أستخدم أجهزة خاصة في أثناء عملية الفحص، ممكن أستخدم بروب، نعم ممكن أستخدم في المركبة ترسل وتقوم لهذا تحت الماء حتى أضمن الجودة، ما يصير تعب للغواص، ما يصير فتيك، ما يصير عندي ريسك أثناء عملية أنا أسميها إدخال المعدات مع الغواص. واضح شباب؟ إذا أكو سؤال بعد آخر؟ نشكر حضرتك مهندس. الصراحة أنا في أسئلة، يعني في سؤال ما هو والله الكافر. تفضل أستاذ، أنا ما عندي مشكلة، يعني عندي وقت مفتوح معاكم. جزاك الله خير. جزاك. في سؤال بسأل، ما أهمية الكربون إكويفالنت؟ كربون إكويفالنت، شوف شباب انتبهوا لي إخوان، هذا مهم، سؤال اللي يسأله هذا شخص يعني داخل دورات. الكربون إكويفالنت إنه أنا مو عندي عناصر متسابقة اللوينج إليمنت، سواء كان نيكل كروم فناديوم نحاس كبر وهكذا، أنا هنا ما أجي أحسب عليها، هنا الولدابلتي مال الستيل، الولدابلتي ما معنى ولدابلتي؟ قابلية، أبلتي قابلية، ولدابلتي تتحدد من خلال كربون إكوفلنت. كربون إكوفلنت
اقول اسوي كل العناصر المتسابكه انه اسويها مثل الكربون، بمعنى ايش قد نسبه الكربون بالمعدن؟ خلينا نقول 1.8 سبوز، زائدا نيكل ايش قد، زائدا كبر على سبيل المثال على 5 و16، ما اذكر هذا ما اذكره بالاكزاكت بس اذكر الفوق، زائدا كروم، زائدا موليبيديوم، زائدا فناديوم على 15 سبوز، زائدا عندك الاخر اللي هو على 6، يعني فد هنا فد قيمه ما اتذكرها بالاكزاكت بس اذني صحيحات هناك فد قيمه، فناش قد عندك عناصر متسابكه. اذا كان الكربون ايكوفلنت اقل، كربون ايكوفلنت اقل من 1.4 على سبيل المثال، عفوا 0.48 اقل من 0.4 او اقل من 0.5 0.4، فاول ويل دبل تي از جود. اذا كان هذا اكثر بعد، بمعنى اكو عندي عناصر متسابكه، انتبهوا اخوان، من ازيد العناصر المتسابكه بالمعدن دول او الكربون، يزداد الهاردنس. من يزداد الهاردنس حيزداد البريتلنس. شنو معنى بريتلنس؟ هشاشه المعدن يصير قوي. شوف اخوان الزجاج قوي صح، الزجاج قوي حتى ممكن انه يكون سميك جدا قوي جدا، بس ممكن يتكسر. جواب نعم، هاي البريتلنس يعطيني هاردنس عالي بس يعطيني شنو، سريع الكسر. لذلك انا هنا من يزداد البريتلنس غير جيد، لازم المعدن ينتفخ يصير باستطالة. لذلك عندي المصطلح الآخر البريتلنس يقابل الدكتالتي أو الدكتالتي، إنه يكون دكتال أو دكتال. هنا عندي الكربون إكوفلنت يحدد لي هذا المعدن الولدابولتي مالته good or bad، good or bad. نعم النيكل زاد على 15 صح، نيكل زاد أو واحد منهم على 5 والآخر على 6، فانا عندي الكربون ايكوفلنت يحدد لي مقدار الولدابلتي اقل من او اكبر من 0.5، اقل من 0.5 جود، عاده 0.48 جيده، 0.48 تكون جيده هنا بهذا المكان، هي عاده 0.5. لذلك انا اخوان هنا الكربون ايكوفلنت يحدد لي هل هذا الولدابلتي مالته جيده او لا. قلنا البريتلنس خطيره، الدكتايل لازم تبول يا اخوان، اي ماده دكتايل من تنخفض الحراره الها تتحول الى بريتلنس. بمعنى من يذكر التايتانيك سووها صنعوها حسب مواصفات معينه، راحت بالجل الجزء الجليدي او تشيلد ووتر بالمي بالبحر، البرفورمانس مالت الدكتايل تحول الى بريتلنس. البريتلنس ممكن بمطرقه شاكوش انه اكسر الحديد الكبير، جزء شافيها من جمد شغله تحت ال 20 مئوي مثلا، او عندي منطقه يسموها الترانزيشن بوينت اللي هي عند ال 20 او عند ال 10 ديجري، يتحول الدكتايل الى فول بريتل. البريتل مشكله، يعمل لي سدن فيلر دكتايل، يعني خلينا نسميها بيعطيني انتفاخ. هنا البريتل بيعمل لي سدن فيلر، الدكتايل ينتفخ قبل ما يصير فيلر، بمعنى يعطيني انديكيشن، يعطيني مؤشر على انه في عندك مشكله هنا. فلذلك الدكتايل مو خطر اخطر من البريتل فيلر. اذا جاوبناكم شباب انه يحدد لي الكربون ايكوفلنت بالولدابلتي، او الولدابلتي يحددها بال خلينا نسميها بالكربون ايكوفلنت. ايضا البري هيت ممكن اعمله بالاوستنتيك ستلستيل. طبعا شوف شباب ايضا ممكن اغطي لكم الستلستيل، شوف انتبهوا شباب. ايضا واحد من الاخوان سال على 304 ال لا يتحول الى طور هش حتى بدرجات حراره منخفضه. نعم 304 ال، شوف عندي الستلستيل حسب تبولي حسب الاي اس اي، الستلستيل امريكان ايرون اند ستيل انكوربوريشن سوى التصنيف من للمعادن كلها، هذا نحكي عن بدايات 1900. واحد من المعادن اعطى رقم 300، واحد 200، واحد 400 كتسلسل، شلون تسلسلات. فبعدين وراها احنا قلنا شكو 300 هو اوستينيتيك، شكو 300 هو اوستينيتيك عندي الستلستيل هواي،
شكو 200 هو مانجانيز ثلاثي، شكو 400 اللي هو مارتنسيتيك، يعني مارتنسيتيك فيريتيك اوستينيتيك ثلاثي ودوبلكس. بعد اكو غير النعم جواب اكو غير. فهنا 304 316 300، اي واحد 300 يحمل الرقم يبدي ب 300، 309 304 316 هو اوستينيتيك ستلستي. شنو فائده الستلستي شباب؟ شنو الفائده الرئيسيه للستلستي؟ هي مقاومه الكروجين لان يحتوي على كروم. الكروم يتحد مثل ما مر علينا سابقا تذكرون بانه للمره الاولى يتحد الاكسجين مع الكروم يولد لي طبقه حاميه. لذلك اذا سامعين الستلستي ما يصدق، يعني هو تحد مع الاكسجين سوى لاير قويه جدا، الاكسجين بعد ما يقدر ينفذ بداخلها ويسوي لاير اخرى. من تسوي عمليه ازاله لهذا الجزء ايضا حيطلع الكروم يتفاعل مع الاكسجين. لذلك هذا الستلستيل حتى وان قل السمك بمرور الزمن ايضا يقدر يعوض لي، خلينا نسميها ما يصير تاكسد بي. بس وين مشكله الستلستيل شباب؟ منو سامع بالكلور والسلفر او الكلورين الكلورين او الكلور؟ الكلور ياثر على الستلستيل بتاثير مباشر. طبعا انتبهوا لي، في عندي ستلستيل غذائي وصناعي. ما معنى غذائي؟ ممكن في غالب الاحيان لما يتاكسد ادخله في مصانع التعليب، مصانع تصنيع الاغذيه ستلستيل، لان ما يصير به كروجين. كروجين تعرفوا حضراتكم هي مواد سامه. ايضا منو عنده بعد سؤال؟ ممكن نستاذ على الاجابه ما قصرت. ايضا اذا اكو اخوان سؤال نقدر نجاوبه لكم شباب قبل ما نروح. وإذا ماكو سؤال فإحنا إن شاء الله يعني لقاءات أخرى بالمستقبل. وأيضا راسلوا لي على الإيميل، دزيت لكم إيميلي. أي واحد عنده سؤال سواء كان سؤال فني أو سواء كان يعني الناس بالاختصاص أو سواء كان الناس اللي يحبون يأخذون هيج دورات. مثل ما قلت لكم شباب عودا على بد بأنه عمليا الشهادات بهالاختصاص نادرة وسة كثيرة ومفتوح العمل بها. شوهتكم من موقع واحد من مواقع خلينا نسميها جوبز انه عمليا الكواليتي كنترول ايش قد تريد من فاحصين يشتغلون سواء كان بالخليج. ممكن هاي الفاحص هي مفتاح لك. شوف شباب، كان شخص واحد دخله، ويمكن عدت هالمثال، هو مع زميله بنفس فتره التخرج، واحد كان اول ما اشتغل فاحص انا دربته اشتغل ب 2000 دولار وهذا صديقه اشتغل ب 500 و600 دولار ايضا كمهندس كانجينير. هذا يعني ممكن اشترى بيت وسيارة وتزوج، هذا بعده يراوح في مكانه. فأيضا هو الرزاق سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى. بس قصدي اجعل لنفسك فد مهنة سريعة تكون ذا يعني لماح لأي طريقة تختارها إذا بداية حياتك العملية. يعني اختار هيش طريقة، لأن هذا الطريق يؤديك إلى أن تكون شخص يعني خلينا نسميها الليفل مالت يسعى سواء كان بالإنكم أو سواء كان حتى بالاسم الفني. غالبا هواي مهندسين اكو كثير، بس الفاحصين قليل، نسبه الفاحصين لا تدع المهندسين. كليات العالم العربي ممكن تخرج عشرات او ممكن الاف الشباب وتذبهم بدون يعني هدف، بدون تنظيم للموضوع. لذلك اختار لك اذا كنت مهندس سوي سويتش او تحويل او تبديل بالاختصاص الى الكواليتي كنترول. اذا ماك سؤال شباب فشرفت بكم، يعني ان شاء الله لقاءات اخرى بإذن واحد أحد حاول ننقل بعض المعلومات اللي تلكناها بفعل الخبرة بفضل من الله إلى حضراتكم، سواء كانت بديت شباب بديت كبداية بهالمهنة أو ممكن أنه تكون شخص بروفيشنال. ممكن بعض الأحيان المعلومات من تسمعها من شخص ممكن آخر تعطيك أيضا توضيح لبعض ما فاتك. فإذا ما عندكم سؤال فنروح إن شاء الله نختم لقاءنا اليوم. ان شاء الله هيك تقريبا ما ظل اسئله. جزاك الله خير. الله يعطيك العافيه وجزاك الله خير. ان شاء الله نتشرف انك تكون معنا في محاضرات في المستقبل ان شاء الله. ان شاء الله شرفنا بكم استاذ، ان شاء الله على التنظيم هذا الدوره هذا. ان شاء الله باذن واحد احد يعني يكون عند حسن ظنكم وعند حسن ظن الاودينس ان شاء الله باذن واحد احد. جزاك الله خير باشمهندس، يعطيك العافيه. مع السلامه، يعطيكم العافيه. السلام.